بسم الله، اهلا وسهلا بحضراتكم وحلقه جديده من جمهور الثالثه. امسيه كرويه كالعاده معانا في يوم كروي جدا، الحد الكبير، الحد اللي شاهد العديد من اللقاءات في الدوري المصري. تعالوا نشوف مع حضراتكم نتائج المباريات، ومن النتائج الى الاهداف النهارده اللي شهدت تواجدا لافتا للنظر. تعالوا نشوف نتائج مع حضراتكم على الشاشة. سيراميكا كليوباترا والإسماعيلي، وسيراميكا كليوباترا بيعمق من جراح النادي الإسماعيلي بفوز بهدفين مقابل هدف، والمسيرة بتتصعب على الإسماعيلي، خسارتين مع بداية الدوري. مصر المقصة بيتمكن من هزيمة الجونة في مفاجأة كبيرة جدا بهدفين دون مقابل، كريم صلاح وأحمد صبيحة بيسجلوا لصالح مصر المقاصة. طلائع الجيش والزمالك، والزمالك يتمكن من هزيمة طلائع الجيش ويواصل مسيرته الناجحة حتى الآن في المكسب والفوز في المباراة الأولى ثم المباراة الثانية بأداء كان مميزا. فاركو وبيراميدز كانت مباراة قوية وانتهت لصالح بيراميدز بهدفين مقابل هدف، وكان في كلمة كبيرة جدا لعبد الله السعيد في هذا اللقاء، سواء تسجيله الهدف الأول في الدقيقة 69 أو الهدف الثاني في الدقيقة 85، بينما كان الهدف الوحيد لفاركو عبر رامي صبري من ضربة جزاء. واخر لقاءات الاهلي والبنك الاهلي، اللقاء كان فيه نديه شديده جدا الحقيقه بين البنك والنادي الاهلي، وانتهى لصالح النادي الاهلي بهدف دون مقابل عشان يتمكن النادي الاهلي حتى الان من احراز فوزه الثاني في بطوله الدوري، حتى وان كانت المباراه صعبه. وصعوبه اللقاء الحقيقه جايه انه في مدير فني كبير كابتن خالد جلال الحقيقه قادر يقرا الجيم كويس جدا قدام النادي الاهلي، فبينتهي اللقاء بفوز الاهلي بهدف دون مقابل. نتائج الى الاهداف، دي المباراه الاولى اللي قدام حضراتكم على الشاشه، سيراميكا كليوباترا والاسماعيلي، والبدايه كانت للاسماعيلي بالبدايه كانت لسيراميكا كليوباترا في الدقيقه 16 عن طريق عصام صبحي، سجل في مرمى ثم بيتعادل تشيلونجو في الدقيقه 30 وتصبح النتيجه 1-1، ومن بعدها بيتمكن شادي حسين في الدقيقه 72 قدام حضراتكم على الشاشه بيسند الكوره، بيعمل كل اللي هو عايزه جوه منطقه 18 النادي الاسماعيلي، ويسجل الهدف الثاني وهدف المكسب لصالح سيراميكا كليوباترا. مصر المقصه والجونه في الدقيقه 48 بيتمكن كريم صلاح من تسجيل هدف التقدم لصالح مصر المقاصة قدام حضراتكم على الشاشة. مفاجأة طبعا لأن مصر المقاصة بلاعبين كلهم يعني كما لو أنه بيؤسس فريق من البداية، بيتمكن من هزيمة الجونة المستمر بقاله أكتر من موسم بيؤدي بشكل كويس مع مديره الفني المحترم كابتن رضا شحات. أحمد صبيحة بيسجل في الدقيقة 83، وإلى لقاء فاركو وبيراميدز، وبيتمكن بيراميدز من هزيمة فاركو. الهدف الأولاني كان لعبد الله السعيد، شوف الكرة والتسديدة عملت إزاي، ثم بيستمر اللعب على الكرة فتصبح النتيجة 1-0 هدف التقدم. ضربة جزاء بيصفر عليها حكم اللقاء لصالح عبد الله السعيد في الدقيقة 85، لا يتوانى عبد الله في احرازها وتسجيلها عشان تبقى النتيجه 2-0 مع سجده للكابتن ايهاب جلال ثم ركله جزاء لفاركو في الدقيقه 95. حقيقه كابتن مجدي عبد العاطي كان عامل جيم كويس جدا جدا، والجيم اتقلب عليه، يعني خليني اقول لك اللي اتفرج على المباراه يعرف كويس قوي ان الجيم اتقلب فجاه على فاركو اللي كان بيأدي بشكل مميز للغايه. 95 بيسجل رامي صبري. نروح لمباراه الزمالك وطلائع الجيش، واحمد سيد زيزو بيسجل من ركله جزاء. يا سيدي يا سيدي على الواير كام يا سيدي، شايف اللقطه دي؟ اللقطات دي في الدوري المصري ما كناش بنشوفها، اول مره نشوف الكاميرات المحموله على الاسلاك عبر طول وعرض الاستاد، حاجه مستكوتي شغل فنادق على قفشه وجمال قفشه وطلعت قفشه وتحركاته، لانه الحقيقه لازم الواحد يدي قفشة حقه في الكرة دي وتسديدة السلية، وتدي برضو محمد شريف حقه في الكرة ديت، لعيب مجتهد. أنا حقيقة التلاتة أضرب لهم تعظيم سلام، الراجل ده اللي معاه الكرة اللي لسه كنت بتكلم مع حضراتكم امبارح، شوف كل لعيب
بيبقى عنده الاماكن اللي بيرتاح لها. قفشه رقم 10 بالنسبه له الاماكن المريحه. لكن لما الراجل زي ما كنت بكلمكم من امبارح، لما الراجل اتسال طب تلعب هاف ولا تلعب، قال لك العب في اي حته في النادي الاهلي ان شاء الله، حتى رب العب حارس مرمى. ده حقيقي اهو، اديكوا شايفين الراجل تعالى هنا تمام، تعالى ارجع تاني في اخر شويه من قبل ما يبدله ننزله في الحته بتاعت رقم 10 تمام، والاسهامات بتاعته موجوده كده والاسهامات بتاعته موجوده كده. ده لعيب النادي الاهلي، ده لعيب النادي الاهلي. شوف النهارده حتى كمان هو سند الكره للسوليه، والتسديده كانت صاروخيه دور بقى محمد شريف. ده اللعيب اللي ما بيتهدش وما بيهمتش، ما بيهمتش بلغه الكره عندنا، يعني ايه؟ يعني مفيش حاجه بتاثر فيه ولا تاثر في نفسيته. يلعب بيرسي تاو يجيب جولين، ما يلعبش بيرسي تاو انا موجود، لا انا هتقمص ولا هلوي بوزي ولا انا هنزل يعني دلوقتي احتجتوا، لا. هي دي السمات اللي بقى عايزها اي مدير فني، حط لي لعيب بالشكل ده، خد بالك حط لي لعيب بالشكل ده فيكسبك، لانه يبقى فاهم دوره كويس كلعيب قاعد على الدكه. اول لما صفر الصفاره محتاج دلوقتي تنزل تجيب جول، تجيب جول، فهنا القيمه بتاعتك ايه؟ تبقى عاليه، تفضل طول الوقت مهم بالنسبه لفرقتك. اهم حاجه ان يبقى ليك ايه؟ دور. وشريف عارف ان هو له دور. هتكلم على الماتشات كلها طبعا، انا بس كنت بتكلم كده على الهدف ده بما انه كان اخر لقاء، انما عندنا كلام كتير على الاهداف بالكامل، وعندنا وقفه كمان تحليليه. يا جماله ويا حلاوته لحد دلوقتي الدوري المصري من الانطلاقه بتاعته لحد وقتنا هذا، واحنا شايفين شكل حلو وصوره حلوه وشايفين التزام من الكل، وحاسين ان احنا هنكمل اكتر لقدام عن الفتره اللي فاتت دي والفتره اللي جايه. انا معايا على التليفون الحاج عامر حسين رئيس لجنه المسابقات الرئيسيه بالرابطه، رابطه اللاعبين، رابطه دوري المحترفين، وهو ايضا عضو الرابطه. يا حاج عامر مساء الورد واهلا وسهلا بحضرتك. حاج عامر ابراهيم بيز حضرتك، اخبار معاك ايه يا فندم؟ كله تمام الحمد لله. مفيش افراح النهارده؟ لا والله النهارده كده الدنيا هاديه. مفيش النهارده الدنيا في الهدوء، ها؟ لا مفيش العاب ناريه النهارده. مفيش العاب ناريه. الناس توقفت المره اللي فاتت في الفرح ولا عملت معاهم يا حاج عامر؟ والله حاولت بس كانوا كتير فما قدرتش. لائحه حرمان على طول، عايزين نفعل اللائحه. احنا جايين برابطه بشغل جديد، فهنطبق على كل افراح غير افراح احنا مالناش فيه. لا اي حد مهتم. يا حاج عامر منور الدنيا كلها، وخليني في الاول بس ابارك لكم الحقيقه على المجهود الكبير اللي انتم باذلينه كرابطه، واللي الناس كلها الحقيقه حاساه ولامساه، سواء في الشكل، سواء في المضمون، سواء في الامور اللي ليها علاقه باداره بطوله الدوري حتى الان. خليني اعرف انطباعك وانت عضو في الرابطه ورئيس لجنه المسابقات، هل كنت تتخيل ان انتم تنجحوا الى هذا الحد من دخول الجماهير وبالتالي عوده المتعه من التصوير بتقنيات عاليه بشكل الملعب اللي بقى مميز جدا، الامور اللي شبه كده؟ اكيد طبعا ما كناش متوقعين يعني النجاح ده كله. الحمد لله يعني كان في اراده خلال وقت ضيق جدا، من الوقت كان ضيق جدا حوالي 20 يوم 25 يوم عشان تعمل قرعه مناسبه عشان الموافقات، وطبعا كل ده مش هنقدر نعمله الا بتعاون كل الهيئات والمنظومه كلها ووزاره الداخليه وكل الوزارات الحقيقه المعنيه اللي بتاعت في اقامه المباريات. صحيح. بالاضافه طبعا الى المنظومه الاعلاميه الحقيقه اللي هي واقفه معانا ومساندانا، كان في وقت حرج جدا لان احنا شغالين بالضغوط الذاتيه. حضرتك عارف ان لسه في اجراءات كثيره ما اتخذتش بالنسبه للرابطه، ما فيش حساب للرابطه، ما فيش مقر للرابطه، ولازم اشكر طبعا رئيس الرابطه احمد دياب والمجموعه كلها، بس احمد دياب طبعا يعني فضلنا مقر كامل للرابطه. ده مقر مؤقت يعني، انتوا مقر مستقل لكنه مؤقت حتى الان، لان انتوا ما لحقتوش يا دوب، هي يعني بسرعه يعني خلال 10 ايام كنتوا بتشتغلوا يعني. طبعا الدوري المصري يعني من اهم الدوريات في المنطقه العربيه الافريقيه الحقيقه. فالحمد لله اللي كمل وعدي به، كل الهيئات ساعدتنا على ان احنا ننفذه، وده ادانا مصداقيه قدام الناس كلها والمنظومه كلها. صحيح. على اللي احنا قلناه اتحقق، وما كانش هيتحقق طبعا الا بتعاون الناس كلها والهيئات اللي بقول لحضرتك عليها في الدوله كلها. طيب. ايه المعوقات اللي شايفها لسه قدامكم كرابطه محتاجين ان هي تزال من امامكم علشان تأدوا بشكل افضل كمان؟
لا احنا لسه قدامنا مشوار طويل جدا. عندنا طبعا نمره واحد بالنسبه للائحه النظام الاساسي لازم تتعمل، واحنا شغالين فيها من اول ما بدا الدوري. بدانا بقى نتفرغ للائحه النظام الاساسي الحقيقه عشان نعمل لائحه محترمه. اللائحه لاي رابطه محترفين بتبقى لائحه صعبه جدا، لان شامله على التراخيص وشامل الامن والشباب والبث والتسويق وغور كتيره جدا. الحمد لله ان الرابطه فيها عناصر ليها دور في الحاجات ديت، كل العناصر ديت فاهمه، وفي عناصر طبعا خارجيه لازم هنستعين بيها. فبالتالي ان موضوع اللائحه ده طبعا موضوع صعب جدا وهيحتاج وقت على ان نبدا الموسم اللي جاي ان شاء الله تكون كل الامور ديت اعلنت للاعلام والمنظومه كلها عشان نخش في دوري المحترفين اللي بجد، والانديه تبقى عارفه موضوع التراخيص. لازم الانديه تشتغل على الشغل دوت. في انديه بدات تعمل شركات، ودي نقطه مهمه ان احنا الناس كلها بتقول الانديه الجماهيريه هتختفي والدوري هيبقى كله شركات. الشركات برضو مهما كان فيها امور سلبيه انا شايفها، انما هي ادت قوه للدوري لان بامكانياتها بتقدر تجيب لعيبه محترفه قويه جدا، بتقدر تهتم بالناشئين، بتقدر تجيب عناصر قويه عندها امكانيات عاليه جدا تديها للعيبه. واحنا شايفين الدوري ان كل المباريات بقت صعبه جدا. صحيح. استحاله حتى نادي المقاصه اللي هو بيمر بظروف ماليه صعبه جدا مع بيراميدز عامل مباراه كبيره جدا وخسر بصعوبه، النهارده بيكسب. فبالتالي المحله مع عمل مباراه كبيره مع النادي المصري اول ماتش، فما فيش حتى الانديه اللي الناس شايفه ان هي امكانياتها الماليه اقل شويه، انما كله مهتم، كله بيعمل مباراه كبيره جدا. الاهداف طبعا كتير جدا في البطوله، مديه اثاره نفس الفرجه. الكاميرات الحقيقه اللي بتذيع المباريات ادت شكل تاني خالص، حتى لو مباراه متوسطه مع النقل ومع وضوح الصوره طبعا بتدي رونق وبتخلي المشاهد بيستمتع بالمباريات حتى لو مستوى الفني اقل. وطبعا دخول الجمهور النهارده شايفين فاركو بيقدر يدخل الجمهور، وكان في عدد كبير من نادي فاركو في وش العرب يدخل الجمهور، النادي الاهلي عرف. اتمنى بقيه الانديه خاصه الجماهيريه، الاتحاد والمصري والاسماعيلي يساعدوا جماهيرهم ان هم يخشوا ازاي على السيستم وازاي يطلعوا الايديهات بتاعتهم عشان تكتمل المنظومه ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. واخيرا طبعا انا طولت على حضرتك، انما انا طبعا كمان التحكيم بعد كل الامكانيات اللي توفرت للتحكيم وزياده البدلات والامكانيات التصوير، اتمنى ان شاء الله تبقى الامور بالنسبه للتحكيم ممتازه، لان ده بيوفر علينا المشاكل كلها. صحيح. ما بيجيلناش تقارير طول ما التحكيم على مستوى عالي. واتمنى طبعا يعني زي ما جوه الملعب يعني التحكيم لازم يبقى جيد. اتمنى برضو من خلال حضرتك برضو من الكابتن عصام على ان برضو الحكم الرابع له دور كبير جدا في ضبط الدكتين بتوع البدلاء والاجهزه علشان المشاكل تبدا من بره. صحيح. وارجو برضو يكون سيطره على التراك من بره على الدكتين عشان تبقى المنظومه كامله ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. طيب حاج عامر بقى، خليني اسالك ماذا عن الاستعدادات لمباراه القمه ان شاء الله باذن الله يوم الجمعه؟ هل من استعدادات خاصه لهذا اللقاء ام لا؟ طبعا هي مباراه مهمه بذاتها، انما الاستعدادات الخاصه دلوقتي احنا مهتمين بكل المباريات، وزي ما الناس كلها طالبت ان هي تبقى المباراه في قرعه مفتوحه والمباراه تخش ضمن كل المباريات العاديه نفس النظام، وحسب القرعه ما تطلع فيها ما توقيتها. يعني احنا بندي اهتمام بالمباريات كلها، انما طبعا مباراه الزمالك والاهلي كل الحمل بيبقى والعبء كله على الكابتن عصام عبد الفتاح ولجنه الحكام عشان تحط الطعم المناسب، لان حضرتك عارف ان لجنه الحكام مش تبع الرابطه. ايوه. فبالتالي نتمنى ان شاء الله ان الكابتن عصام يختار الطعم المناسب سواء محليا او عربيا او هل في فرصه أوروبية. هل في فرصه ان يبقى في طاقم تحكيم اوروبي اجنبي اوروبي ولا عربي، ولا هم هيبقوا حكام مصريين على اعتبار انه نادي الزمالك ما قدمش الطلب بتاعه؟ هل في طلب اتقدم ولا لا؟ برضو دي التفاصيل الناس تحب تعرفها.
والله انا شايفها طبعا، عشان طبعا حضرتك عارف ان الحكام مش تبع الرابطه، احنا محدش يقدم لنا طلب ما اعرفش يقدمه للاتحاد ولا لا. انما انا بشوفتي انا يعني انا اتمنى يبقى حكم على اعلى مستوى، لان زمان لما كان بيجي حكم اوروبا على اعلى مستوى كانت الناس كلها والحكام نفسها بتستفيد. انما هي طبعا لجنه الحكام مع اتحاد الكوره التابع لها لجنه الحكام، نتمنى ان شاء الله يختاروا وياخدوا القرار المناسب. انما انا بصفتي انا اريح لي ان يجي حكم اوروبي من بس يبقى مصنف، عشان نبقى قاعدين واحنا مرتاحين كلنا، حتى لو اخطا بيبقى الناس متقبله كل الاخطاء، لان المباراه دي بتبقى مؤثره طول الموسم، والمواسم اللي بعدها الناس بتقعد تفتكر غلطه من ضربه جزاء من تسلل، بتقعد تفكر في مباراه زي دي طول العمر، فممكن بيبقى لها توابع سيئه. فانا شايف ان الافضل ان لو جاء حد طبعا حكم على اعلى مستوى، ورغم نجاح يعني الحكام المصريين في الموسم اللي فات اللي اخطاء قليله جدا، انما برضو انما تفضيلات حضرتك حكم اوروبي تصنيف اول، حكم اوروبي تصنيف اول طبعا. يعني ايه ما نريح نفسنا، كل الدول بتجيب حكام الحقيقه. يعني مش عيب، يعني الناس واخدها، في ناس بعض بتاخدها عيب، انا مش شايفها عيب خالص. يعني اللي في مباراه مهمه زي ديت ان احنا نريح الشيف، ملايين بتتفرج عليها ابراهيم بيه، كل الناس مهتم بيها في مباراه زي ديت، فما نريح الناس دي كلها ونجيب حكم على اعلى مستوى مصنف، واخطا بقى ما اخطاش دي حاجه بقى تبقى مكتوبه بقى. بس طيب هو احنا شغالين تبقى مرتاح نفسيا، يعني ماشي احنا شغالين بنفس السيستم بتاع تذكرتي برضو، 1000 و1000، 1000 لجمهور الاهلي و1000 لجمهور الزمالك، شغالين على نفس السيستم في التصوير برضو بنفس الجوده. لغايه دلوقتي نفس النظام هو واتعمل طبعا اجتماعات مع حاضر تنسيق في وزاره الداخليه ومديريه الامن كلها اللي بتلعب نطاقها المباريات، وتم الاتفاق على بنود معينه، والبنود دي مش هتتغير. انا حتى لو حطت نفس ان هي تضغط عشان تغير وتدخل الجمهور بطريقه مختلفه عن ديت هيحصل الكلام دوت. مفيش اي خروقات ومفيش اي استثناءات حضرتك عايز تقول؟ لا لا خالص. وبعدين احنا لازم نلتزم الحقيقه عشان الفتره اللي بعد كده، يعني انا نفسي طبعا بعد وقت قريب ان العدد يزيد. إن لو مشينا بنفس النظام دوت، الناس انضبطت، الناس اللي بتروح معاها الايديات بتاعتها وطعامها وكل حاجه، يعني انا اتمنى طبعا ومتفائل ان العدد هيزيد ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. طيب خليني بقى اروح مع حضرتك لجزئيه لها علاقه ببطوله كاس مصر، وانا عارف ان بطوله كاس مصر هي بطوله يمتلكها الاتحاد المصري لكره القدم ولا تمتلكها الرابطه، وسؤالي هنا له علاقه بان الدور التمهيدي، القرعه بتاعت الدور التمهيدي لبطوله كاس مصر الجديده ستقام يوم الثلاث اللي جاي، واصلا الناس بتسال طب منين احنا بنعمل القرعه بتاعت الموسم الجديد واحنا اصلا ما كملناش بتاعت الموسم القديم اللي هي بتاعت الموسم اللي قبل اللي فات، واحنا عندنا كاس الرابطه وعندنا الدوري وعندنا توقفات بالكم مش لاقيين لها مواعيد. كيف ان تستقيم الامور وانت حضرتك بنفسك رئيسا للجنه المسابقات؟ هل في مكان؟ هل في حته لسه ما سكناش فيها ماتشات؟ انا هتكلم عن نقطه طبعا اللي انا مسؤول عنها اللي هي الموضوع كاس الرابطه. كاس الرابطه طبعا في كاس الرابطه متسكن، كاس الرابطه متسكن في وقت بطوله الامم الافريقيه في 45 يوم بتوع بطوله الامم الافريقيه. رغم طبعا في مشكله طبعا جددت ان هي الاتحاد الدولي عمل كاس العالم للانديه وقت امم افريقيا، وطبعا حضرتك عارف الاتحاد الافريقي بعت علشان يعدل الكلام دوت، ان لعيبه الاهلي طبعا اللي هيلعب كاس العالم للانديه هتبقى موجوده مع المنتخب. ايوه البطوله تنتهي يوم 6 والاهلي حاطط له مباراه يوم 5 تقريبا. ايوه فطبعا الامور صعبه. في نقطه ثانيه ما حدش يتكلم فيها برضو، ان الملحق الافريقي المباراه الثانيه هتبقى وسط بطوله العرب، فنادي بيراميدز والمصري هيبقوا مشاركين فيها في مباراه العوده. الله، هل هم مش هيروحوا مع المنتخب؟ برضو ما حدش يتكلم في الموضوع دوت. يعني امور خطيره جدا ومهمه. طب ما تعالى احنا نتكلم بقى في الموضوع دوت، ايه رايك؟ الموضوع الاولاني اللي لسه بنتكلم فيه، الاهلي طيب اللعيبه بتاعته وكاس العالم للانديه ونفس الوقت بطوله الامم الافريقيه وفي نفس الوقت كمان انت كنت عامل كاس الرابطه، يعني ايه اللي هيحصل بقى؟ لا كاس الرابطه انا عندي حلول، يعني ما عندي حلول بديله بنقدر نتصرف فيها. انا بتكلم مع حضرتك الحاجات الاهم اكتر، عشان انزل البريد الجدول كاس العالم الانديه لازم ما طلعش بصفه رسميه، هم حدثوا معاد كده او سربوا معاد يوم 5، عملوا يوم 5 طب زي يوم 5 والبطوله امم افريقيا تنتهي يوم 6. يعني يوم 6
هل لعيبه الاهلي هترجع ولا مش هيروحوا كاس العالم اللي موجوده في المنتخب واللعيبه الثانيه اللي هي لو في منتخبات جنوب افريقيا ولا حاجه؟ موضوع غريب جدا الحقيقه، وده بيؤكد ان الموسم يعني زحمه الاجنده الموسم دوت مش عندنا بس، ده في العالم كله، بدليل ان هم لغايه دلوقتي محتارين في الميعاد 10 ايام يفضوهم عشان كاس العالم للانديه. في نفس الوقت بطوله العرب برضه في قطر برضه فيها مشكله، يعني الملحق الافريقي هيشارك فيه بيراميدز والمصري. مباراه العوده هتبقى يوم 5/12 والبطوله يعني من 1/20. طب ازاي لعيبه البيراميدز والمصري هل ما فيش حد فيهم هيروح المنتخب؟ المنتخب فدي طبعا حد من المنتخب لازم يطلع يرد على الموضوع دوت. هيتم التنسيق بين اتحاد الكوره والناديين دولت هيعملوا ايه مع اللعيبه دي، خاصه ان بيراميدز عندها عدد كبير. كل الامور دي لازم تبقى لها توضيح، وده يمكن اللي خلاني ان انا انزل 8 مراحل بس في الدوري عشان كل الامور ديت لما تنتهي صفه نهائيه هنقدر نحط الجدول نهايه الموسم عشان تبقى الامور واضحه للجميع. صحيح. طيب كاس الرابطه بقى، حضرتك بتقول عندك حلول، ايه حلولك؟ هتلعبوا ازاي جوه بقى البطوله وبرضه في كاس عالم؟ كاس الرابطه من غير اللعيبه الدوليين طبعا مفيش مشكله، كاس الامم الافريقيه مفيش مشكله، ولو اتاخد ايام من وقت بطوله امم افريقيا هيبقى برضه عندنا وقت بعد الملحق الافريقي اللي هيشارك فيه المصري وبيراميدز اللي هو بعد يوم 5. ممكن هيبقى عندنا 15 يوم ممكن نبداها برضه في نستغل الفتره ديت لو اتاخد مننا وقت بطوله امم افريقيا، لان هم الارتباطين دولت هيبقوا لعيبه المنتخب مش موجوده في حالتين الانديه فاضيه ما عندهاش اي ارتباط، وبالتالي احنا مش عايزين اللعيبه في حضرتك كم نادي 18 نادي على الاقل في 30 35 لاعب بالمصعدين، ما عنديش يتفرجوا على 20 25 واحد وهم مع المنتخب. طبعا احنا لازم يبقى رجلهم في الملعب في الفتره ديت، واللعيبه لما بتلعبش تلعب هتبقى فرصه طيبه، والانديه الحقيقه كلها مرحبه بالاشتراك في كاس ال طيب مع الربط ما بين تقارير دلوقتي بدات تنزل على انه بطوله الامم الافريقيه قد تتاجل، لو ده حصل يعني يدفعك لالغاء كاس الرابطه ولا ايه اللي هيحصل؟ اكيد طبعا لازم نستفيد، عشان كده انا بتأنى شويه، لان لما قالوا الكاميرون مش جاهزه تاني لان اخر موسم برضه لما خدنا البطوله عندنا عملت لنا مشكله كبيره، لما الكاميرون اعتذرت وجت البطوله في مصر. ايوه خدناها في مصر ونزلناها طبعا على اعلى مستوى، بس ده استدعى ان احنا كنا وقفنا ملاعب بعض الملاعب عشان تتوضب علشان خاطر البطوله. ايوه ده كان عمل لي مشكله كبيره في الدوري وقتها. ايوه ومحدش راعى كل الحاجات دي الحقيقه وقتها. طيب فبرضه لو تاجلت طبعا الامم الافريقيه اكيد هتتحط، ممكن تتحط في الصيف، فبدل المباراه هتتحط في الصيف هنستغلها، هنستغل الدوري طبعا في الفتره ديت، وكاس الرابطه ممكن يتعمل خلالها في الفترات زي كاس انجلترا زي اي كاس بطريقه ثانيه، خروج المغلوب في وسط المباريات ديت، يعني فيها حلول كتير. يعني احنا كل الحلول البديله يعني. طيب يعني ما تقلقش يعني ان في حلول البديله موجوده يعني. وربنا احنا كلنا قلقنا دلوقتي يا حاج عامر، وده سؤال هذا سؤال انا بقعد طول اليوم بس بقعد اعمل تصورات. هذا موضوع صعب قوي، ده موضوع صعب قوي. هيحصل ايه؟ ده موضوع صعب قوي. طب ما هو السؤال برضو، انا كان مدخلي في الاول هو كاس مصر هيتلعب امتى؟ طب ده حضرتك دلوقتي كل ده وما اتكلمناش لسه على كاس مصر. طب كاس مصر ده هيتسكن فين؟ ده احنا مش لاقيين اللي احنا عندنا اصلا اللي ماسكين. انا بهرب من السؤال عشان خاطر انا حسيت برضه حسيت كده برضه. وانا ما بحبش اخش في حاجه مش خلاص ما يجراش حاجه نفوت السؤال ده، بس ده معناه انه هيبقى في صعوبه بالغه اصلا للاعب بطوله كاس مصر بالدور يعني بالاعلان عن القرعه، ومن ثم من بعدها كمان هيبقى عندك المباريات اللي ما اتلعبتش من البطوله اصلا اللي ما اتحسمتش، فقصه كبيره قوي يعني، الموضوع صعب جدا جدا، ما اعرفش هيلاقوا له توقيت. هي الادوار التمهيديه طبعا بتاخد وقت 4 5 ادوار قبل ما يوصلوا للانديه بتاعت الانديه الكبيره. صحيح. ايوه ما هيبقى عندنا كده بطولتين محوشينهم متاجلين في الادوار الاقصائيه، فدي غريبه جدا يعني. فكان احنا ما عندناش بس الا 100 يوم رايحين من المنتخب و100 يوم 104 يوم للانديه. يمكن السنه تطول بس يعني ان شاء الله الامور تستقر بس، ونعرف كاس العالم الانديه امتى، امم افريقيا النهائي امتى هتعمل، مش عمل كاس العرب اخباره ايه، والملحق بتلعب كل دي مشاكل يا ابراهيم بيت. صحيح. تيجي تحط جدول طبعا لازم بالظبط تفكر في الحاجات دي كلها.
صحيح. هل جالكم ما فيش الحاجات دي كلها خالص، ما فيش حد بيلعب خارج الاجنده خالص. هل جالكم العرب 20 يوم يعني موجود؟ هل جالكم يا فندم اي رد من لجنه التظلمات بالاتحاد فيما يتعلق بنظر في التماس شيكابالا لاعب نادي الزمالك بعد العقوبات اللي كانت توقعت عليه واللاعب كان تقدم بالتماس؟ هل وصل لكم اي حاجه ليها علاقه بالموضوع ده ولا لا؟ لا ما فيش حاجه وصلت. ما فيش اي حاجه وصلت. انتوا ليكوا دور اصلا في القصه ديت كرابطه كمتابعه حتى كمان كلجنه مسابقات للعقوبات للموضوع، ولا دوركم مش يعني؟ لا لا اقدر اقول لحضرتك اللائحه، بس اللائحه اللي موجوده ان قرارات لجنه المسابقات او اداره المسابقات بتتعدل بحالتين بس، اللي هي لجنه التظلمات والمحكمه الرياضيه. طيب ده ساري على واقعه شيكابالا ولا لا؟ لا المحكمه الرياضيه لجنه التسويه اللي واخده القرار. ولجنه التسويه وبعدين ده قرار مش حكم، لان من خلال ممكن الاتحاد الكوره اللي هم تم التظلم من قرارها، اللي هم تم التظلم من نادي الزمالك على قرار لجنه التظلمات نفسها. يعني ده قرار، هي الخطوات يعني التسويه بعد كده تروح المحكمه الرياضيه الدوليه. يعني الخطوه اللي جايه الدوليه اخذ القرار يمشي على اي حد بقى في العالم كله. طيب يبقى الخطوه اللي شيكابالا عملها او اللي عملها نادي الزمالك بالتظلم او بتقديم التظلم للجنه التظلمات، هل هي خطوه سليمه ولا كان المفروض يروح للمحكمه الرياضيه برضو؟ افهم محاك اللائحه بتقول ايه؟ لا لازم يبدا بالتظلمات الاول وبعد يعني كده ماشي صح. ممكن التسويه وبعد كده ماشي صح. وبعد كده المحكمه الرياضيه. وبعد كده المحكمه الرياضيه، لكن التسويه ما لهاش دور هنا، حضرتك تقصد كده؟ لا دي بعدها في المحكمه الرياضيه، لكن التسويه دي ممكن قرار وممكن لجنه تحكيميه، لازم كل طرف بيبعت حد من عنده وهو اللي بيحكم بين الطرفين. اتحاد الكره اللي انا اعرفه ما بعتش حد اصلا. حاج عامر والله انا مش عارف اشكرك ازاي، وكان الله في عونك والله. يعني انا لما بتكلم معاك حتى كمان في المداخله بعرف قد ايه انه الموضوع فيه هم كبير جدا جدا. انا نفسي طاقه الاستيعابيه ما قدرتش تستوعب كم ده من المواعيد، والفكره انه ما فيش مواعيد ثابته، ده مواعيد معرضه للالغاءات، سواء انت بتتكلم على بطوله الامم الافريقيه والتاجيل، سواء بتتكلم على الملحق بتاع افريقيا بالفرق بتاعتنا زي بيراميدز والمصري، سواء بنتكلم حتى كمان على كاس العالم للانديه ومشاركات النادي الاهلي في كاس عالم الأندية مع انتهاء بطولة الأمم الإفريقية إذا اتلعبت في مواعيدها، مع تحديد مواعيد كاس الرابطة، مع اللي احنا مش عارفينه فيما يتعلق بكاس مصر، مع بطولة الدوري المضغوطة. والله كان الله في عونك، يعني اقول لك بكل امانه حضرتك حفظت كل حاجه اهو ما شاء الله. خلاص ما هطلع اسمعهم والله، انا مركز معاك جدا جدا. كان الله في عونك يا حاج عامر، انا بشكرك شكرا جزيلا وخالص تمنياتنا لحضرتك بكل توفيق. شكرا جدا. اشكرك شكرا جزيلا الحاج عامر حسين، عضو رابطه الانديه، وهو ايضا رئيس لجنه المسابقات الرئيسيه بالاتحاد المصري لكره القدم. موضوع فيه تفاصيل كتير جدا، والتفاصيل كتير محتاجه اصل خد بالك مشكله انه هو ده والله العظيم هو ده اللي كنا بنقوله يا جماعه، انه بطوله الدوري مضغوطه جدا جدا جدا، بس طالما خلاص هي الانديه اللي عايزه كده تمام. يعني لو كان البطوله دي اتلمت شويه كده على قد الارتباطات عشان نوسع لنفسنا مجالات نتنفس ونعرف والفرق بتاعتنا ها كانت هتفرق معانا. دلوقتي احنا كلنا مضغوطين، بس الشيله شيلتنا كلنا، الشيله بتاعتنا كلنا. طيب عندنا برضو تفاصيل كتير نتكلم مع المدرب العام للنادي الاهلي كابتن سامي قمصان. يا كابتن سامي مساء الفل واهلا وسهلا بحضرتك، وببارك لك مكسب النهارده وببارك لك ايضا مكسب المباراه الماضيه امام الاسماعيلي، البدايه المميزه للنادي الاهلي حتى الان. ربنا يخليك يا رب، وببارك لك كمان على منصب المدرب العام، ودي يعني مباركه يمكن متاخره شويه، انما خليني ابتدي بيها واعرف انطباع حضرتك ايه بعد ما تم بعد ما حضرتك اصبحت مدربا عاما للنادي الاهلي. طبعا شرف كبير طبعا ومكانة كبيرة، اتمنى ان شاء الله الواحد يكون اداه ويقدر يغلب النادي في اي منصب، وحاجة كبيرة جدا ان شاء الله. ان شاء الله الواحد تأداه وقدود يا كابتن سامي، والله الواحد باللي يعرفه عنك وبالادب وبالاصول وبالشغل وبالمجهود تستاهل الخير كله يعني. شكرا يا ابراهيم، ربنا يخليك. طيب خلينا ابتدي مع حضرتك بانطباعك النهارده ورؤيتك للقاء اليوم والفوز على البنك الاهلي بهدف دون مقابل. طبعا مباراة مهمة جدا، مباراة اعتقد انها تكتيكية لاعلى درجة يعني. كنا عملنا فيها طريقة لعب مختلفة في خلال المباراة، اشتغلنا بطريقتين، بدأنا ب 3 4 3 وبعد كده غيرناها 4 2 3 1 ادتنا أفضلية. طيب الحمد لله برضو التغييرات ساعدتنا في كده، واستمرارية في الأداء كويس وادتنا دوافع
هجوميه كبيره جدا يعني قدرنا الحمد لله نحسن منها وكنا ممكن نكسب بكذا هدف يعني، لكن المهم ثلاث نقاط مهمه جدا كانت بالنسبه لنا، خصوصا دي الفرقه الوحيده اللي النادي الاهلي ما كسبهاش، حاجه غريبه جدا يعني. يعني المباراتين بتوع السنه اللي فاتت يعني تعادلنا فيهم بنفس الظروف المشابهه يعني، لكن الحمد لله اعتقد اللي كانت مهمه جدا انت تكسب ثلاث نقاط مهمه جدا تدينا دفعه كويسه لمباراه القمه، وان شاء الله تبقى المباراه الثانيه على التوالي اللي احنا نقدر فيها نحقق فيها مكسب كويس وكلين شيت كويس، واعتقد ان شاء الله اللي جاي افضل لينا ان شاء الله باذن الله ربنا يكتب الخير ليكم فيما هو قادم. وخليني اسال حضرتك في جزئيه التحول ما بين طريقه اللعب من 4 3 3 ل 4 2 3 1، من وجهه نظرك وانت مدربا عاما للنادي الاهلي كيف تشعر باستجابه لعيبه النادي الاهلي للفكرتين او التجربتين او الظهور بطريقتين خلال مباراه واحده؟ التطبيق والتنفيذ يعني راضي عنه بنسبه قد ايه؟ بنسبه 100% الحمد لله اللي انت حققت فيها المكسب، وده اهم حاجه يعني. ان قبل كده الراجل اتكلم ان احنا عندنا كذا طريقه لعب بتتمرن عليها، لعيبه النادي الاهلي الحمد لله عندها من القدرات والاستيعاب اللي هي تستوعب اي طريقه، لانهم عندهم قدرات وامكانيات الحمد لله كبيره يعني. الحمد لله هي ادتنا دي الافضليه، وكان مهم جدا ان انت بتلعب خصم في الاول والاخر برضه بيتفرج عليك وبيبقى بيحاول اللي هو يقلل من خطورتك، فلازم يكون عندك مرونه تكتيكيه. اعتقد الحمد لله ده اللي اشتغلناه وفكرنا فيه، والحمد لله اللعيبه حققته بريزن النجاح الحمد لله 100% النهارده. لسه تاخد ثلاث نقاط مهمه جدا صحيح. طيب حضرتك بتتكلم في نقطه، حضرتك بتتكلم في نقطه مهمه جدا يا كابتن سامي، اسمح لي ان انا اقف عندها، هي المرونه التكتيكيه الموجوده عند اللعيبه. عندك لعيبه كبيره دلوقتي في الفرقه عندها المرونه ديت، يعني هل ده فارق معاكم انه النهارده قفشه بتوظفه في طريقه 4 3 3 ماشي، بترجعه تاني لطريقه اللعب اللي هو واخد عليها 4 2 3 1 ماشي، تحديدا وانا ببتدي بقفشه، فارق معاكم انه اللعيب يبقى قادر يستوعب ده ويستوعب ده ويدي لك ال 100% اللي انت عايزهم؟ طبعا، وده 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 زي ما قلت لك بيدل على امكانيات وقدرات لعيبه النادي الاهلي. النهارده قفشه ما شاء الله النهارده بيلعب في 3 4 3 بيسجل بيعمل اسيست الماتش اللي فات والماتش اللي قبليه بيجيب جولين، النهارده برده بيساعدك بدنيا في الشوط الاولاني، وبعد كده لما بيلعب 10 كان برده من اكثر الناس المؤثره. اما ال 10 ده اللي لعبهم 10 برده كان فعال جدا جدا ما شاء الله يعني، كان عنده سرعه التحول يعني. طبعا طبعا الحمد لله نفس القصه لعيبه كتيره جدا، حسين لما بينزل، احمد عبد القادر، كهربا في الاوقات اللي لعب فيها قبل في ماتشات النيجر، كل الناس اللي بيرت لويس نفس القصه. فالحمد لله دي الحمد لله بتدينا افضليه، النهارده بنشارك الحمد لله بكل اللعيبه اللي شاركت النهارده. النهارده لسه حسام ما شاركش، النهارده كهربا ما شاركش، وليد سليمان ما كانش موجود النهارده. اعتقد برضو مع الحلول ديت بتدي لك طبعا يعني بتدي لك قوه وبتدي لك بتبقى عندك حلول هجوميه كتيره تقدر تحسم بيها المباريات، والحمد لله النهارده كان خير دليل على كده يعني الحمد لله. كابتن سامي قبل ما حضرتك تكون موجود معايا على الهواء كنت بتكلم على محمد شريف تحديدا، عاجبني فيه ان هو لعيب مركز، عارف يعني ايه قيمه انه له دور جوه النادي الاهلي، واعتقد انه ده بيفرق. وده السؤال برضو اللي بساله لحضرتك كجهاز فني، انه اللعيب يبقى قاعد عندك قاعد جنبك على الدكه مركز، انه لما هيجي الوقت اللي هينزل فيه يقدر يخلص. محمد شريف كان ماشي بشكل كويس، جه بيرستاو سجل هدفين، قعد محمد ما سمعناش صوت ما سمعناش اي مشاكل. النهارده اول لما بيطلب انه ينزل بينزل ويهدف. هل بيبقى في شغل نفسي؟ هل بتتكلموا مع اللعيبه محفزينهم مجهزينهم ان وقت ما تنزل تبقى مركز وعارف كويس انت بتعمل ايه، ولا ايه اللي بيحصل بالظبط في الحته دي تحديدا بتخلي الناس يقف؟ طب ده شريف ماسك نفسه الحمد لله ما حصلوش حاجه، نفس القصه برضو بيرستاو موجود في الملعب يعني. خلينا جاوب على النقطه ديت يعني من خلال حاجتين. الاولى اللي هي برضو ان النادي الاهلي مختلف في كل حاجه، النادي الاهلي بيلعب اللي هو عشان خاطر النادي الاهلي مش عشان خاطر افراد. الحاجه الثانيه اللي هي شخصيه اللعيبه نفسها. اللعيب نفسه لعيب النادي الاهلي عارف ان ليه ادوار، مدير فني هو اللي صاحب القرار اللي هو يلعب او ما يلعبش، في نواحي اداريه من خلال كابتن سيد بيتحكم فيها، عندنا لائحه، عندنا اللعيب عارف يعني ايه، لان انت بتتعامل مع نجوم يعني بتتعامل مع 30 نجم مش 10 نجوم ولا بالعكس. كل واحد ليه دور مهم جدا الدور، بس لما يجي لك الدور ان انت تقدم اللي عليك. صحيح. وده اللي حصل النهارده الحمد لله، شريف بيشارك بيجيب، بيرسي بيشارك بيجيب، قفشه بيشارك بيجيب، حسين بينزل بيساعد، احمد عبد القادر الماتش اللي فات بينزل بيجيب، كهربا بينزل بيجيب. الحمد لله فدي الحمد لله ديت ما عندناش مشكله فيها، بالعكس بتدينا حاجه بتبقى حاجه ايجابيه للمدير الفني اللي هو يقدر يختار كويس ويقدر يبقى عنده حلول كويسه يقدر يغير بيها مجريات المباراه، والحمد لله ان شاء الله
باذن الله، لان عندنا هدف واحد، كل المنظومه عندها هدف واحد. صحيح. اللي انت تحقق البطولات النادي، وده الاهم بالنسبه لي. كيف ترى مباراه القمه المبكره؟ من سنين القمه ما جاتش بدري كده يا كابتن سامي، شايفها ازاي من وجهه نظرك؟ هتفضل مباراه قمه حتى لو جت في بدايه الموسم، يعني مباراه قمه بين فرقتين كبار عندهم خبرات، عندهم تاريخ كبير، مهمه جدا ان انت تخشها بدوافع كبيره. نفس القصه، المنافس بيفكر نفس التفكير، لكن في الاول والاخر هي مباراه في بدايه الموسم. عندك مش شرط هي دي المباراه اللي بتحسم بطوله الدوري، لكن مهمه جدا. يمكن السنه اللي فاتت احنا كسبنا نادي الزمالك وتعادلنا معاه، ولكن برضه نادي الزمالك هو اللي اخذ الدوري. لكن احنا عارفين ان هي بطوله، يعني مباراه الزمالك بطوله خاصه. ايوه، نسعى لها ان احنا ان شاء الله نحقق 3 نقاط ونحقق اداء كويس ونحقق استمراريه في سلسله البدايه اللي احنا عملناها كويس. فاعتقد ان شاء الله تخرج القمه بشكل كويس وبشكل حضاري، وان شاء الله يكون لنا الافضليه فيها. محمد الشناوي جاهز لمباراه القمه من الناحيه الطبيه ولا لا؟ الناحيه الطبيه يعني. الحمد لله الشناوي، الحمد لله شارك الحمد لله من امبارح، واول امبارح في جزء من التمرين، وامبارح شارك في التمرين الحمد لله. عندنا بكره تمرين ان شاء الله شارك فيها، وعندنا مباراه وديه يوم الثلاث برضه ان شاء الله ممكن شارك في جزء من المباراه، ويبقى في منافسه طبعا بينه وبين علي. علي برضه عامل اداء مميز في الفتره اللي فاتت، بشكره النهارده برضه نفس القصه، عامل انقاذ كويس جدا وعمل اداء مميز. حارس يعتمد عليه، علي لطفي حارس يعتمد عليه. طبعا شناوي حارس مصر وحارس افريقيا وافضل حارس في افريقيا وفي مصر، وطبعا قيمه كبيره وكابتن فرقه، ويدي لك قوه كبيره ويدي لك دفعه كبيره ويدي لك ثقه للعيبه. صحيح. اعتقد ان شاء الله القرار بقى للراجل، وان شاء الله الافضل. وليد سليمان برده من الناحيه الطبيه سليم كابتن سامي، ان شاء الله وليد سليمان معانا برده من بكره ان شاء الله، وان شاء الله يدينا قوه باذن الله برده ان شاء الله باذن الله. كابتن سامي انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، ومره ثانيه وتكرر اتمنى لحضرتك كل التوفيق. كابتن سامي قمصان مدرب العام للنادي الاهلي، وتعقيب مهم جدا سواء على مباراه اليوم او حتى كمان على المباراه المقبله، مباراه القمه اللي بتجمع ما بين الزمالك والاهلي بمشيئه الله. طيب بما ان احنا اتكلمنا في الاهلي، لو جاهز المؤتمر الصحفي علق على حاجه بس يا شباب، جاهز المؤتمر الصحفي ولا نروح الحالات التحكيميه؟ طيب النهارده كان بيتسو موسيماني في المؤتمر الصحفي. اقول لك بس تعقيب سريع، دايما اللي متابع البرنامج بتاعي مش اللي بينتج حاجه من البرنامج ويمشي، يعني اللي هو ايه بيخبط في حاجه او فتح تلفزيون دلوقتي. انا بكلم بقى المتابع المستمر معايا في البرنامج، هيعرف رايي ايه دايما في بيتسو موسيماني في المؤتمرات الصحفيه. كان رايي دايما انه هو بيعرف يلاعب الصحفيين كويس، بيعرف يتكلم معاهم كويس، بيعرف يعني يخلي فيه نوع من انواع علاقات الود، يعني الود يعني الطبيعي او الكويس ما بينه كمدير فني وكصحفي. بيتسو موسيماني اقول لك انطباع النهارده كان مشدود شويتين ثلاثه، مشدود يعني الصحفيين بيسالوا اسئله فيها شد وجذب، طب حاضر، لا طب هبقى اكلمك، طب يعني ماشي هاخد بنصيحتك. بيتسو موسيماني ما كانش كده، واضح ان هو مشدود. ارجو من المقربين منه يبقوا بيقولوا له الحته ديت، الملحوظه دي بتبقى فرقه، لانه احنا كاعلاميين زي ما بنقول انه في الحته دي ميزه، فخد بالك انه الميزه ديت انت مع ضغوطات المباراه قد تفقدها، فلا حافظ عليها، حافظ على علاقتك بالناس طول الوقت كويسه، ودي ملهاش دعوه باي حاجه، لان هو كمدير فني، مدير فني تعرفين رايي فيه، مدير فني كبير جدا جدا، مهما اختلفت كان الانطباعات والاراء انا رايي ثابت في هذه الجزئيه. دي حاجه. الحاجه الثانيه، تعالوا اوريكم النهارده جزء من المؤتمر الصحفي، اتفرجكم عليه وبعدين اخد يعني ايه انت وانت قاعد كون انطباعك، ها؟ كون انطباعك انت، لانه في ناس كتير بيفوتها المؤتمرات الصحفيه. بسبب انا من الاولد سكول، انا من المدرسه القديمه اللي بتحب تتابع المؤتمرات الصحفيه في كل حته في العالم. على فكره انا بحب قوي اتابع المؤتمرات الصحفيه، واحب اتابع رد افعال اللاعبين من وانا عيل صغير، وانا بتفرج على الكاميرا في الملعب كان بيستهويني فكره اشوف رد الفعل. ويمكن انا قلتها قبل كده، انا كنت احب كمان اشوف رد الفعل اللي بين الشوطين، حتى لو المباراه خلصت بنتيجه غير المباراه اللي كان خلصانه بيها الشوط الاول، بس بين الشوطين كنت بشوف انطباعات مهمه بترسم لي حاجات معينه يعني. ف كنت مهتم جدا اتابع المؤتمر الصحفي حتى كمان النهارده بتاع بيتسو موسيماني، رغم انه كان قبل الحلقه بشويه. تعالوا اوريكم الحته دي من المؤتمر الصحفي مهمه، وكون انطباعك، كون انطباعك كنت قاعد بتفرج عليها، وتعالى ندردش سوا مع بعض. Why don't have many solution for offensive and you make
many crosses despite all the strikers was very short. Why? I didn't make the crosses. مش انا اللي بعمل الكروسات. هو بيسالوا بيقول مبروك على الفوز. بيقول النهارده الشوط الاولاني ليه ما كانش في حلول هجوميه كتير وكنت بتصر يعمل كروسات يعمل اوفرات برغم ان وصل حرب قصيرين. قال له مش انا كنت قايلهم ده هم كانوا بيعملوه عشان كده في الشوط الثاني اتكلمت معاهم وعدلت الحته دي. يس وي دينت هاف ماتش. ما كانش في كرات طوليه من قفشه Whatever that we don't need from the so the, it's better to use their size to use it to enter to use Afsha. Oh, okay, I take your advice. طب بنروح كده باخد نصيحتك ان شاء الله الماتش الجاي. Congratulations for the winning. Thank you. Want to know? Two questions, but this was it. Why Percy Town and the Sony Medina played a very excellent performance for the first game against Mayu Medina came the same performance and the second Karabai Karaba did participate despite that I have information that I had many meetings with you and you promised him to play. Karabai did participate. I promise everybody to play. طب نمشي واحده واحده. هو بتسال بتقول لي كهربا ما بيشاركش مع ان على حد معلومات حضرتك ان عمل معاه كذا جلسه ووعده ان يلعب. فبقول انا بوعد الناس كلها تلعب. انا الناس كلها هتشارك. انا عندي لعيب محمد شريف جاب لي 26 جون الموسم اللي فات وحطيته على الدكه. اوكي 26 جولز 26 جون جابهم الموسم اللي فات وقعدته على الدكه احتياطي. هو واز اون ذا بنش وكان قاعد على الدكه. سوبر. السؤال الثاني كان ايه حضرتك؟ السؤال الثاني مكسيكوني واي مكسيكوني بوسيتاو دينت The first game was very. How do you know that I promised Karaba that he'll play? وما كعرفت منين هو عمل ان حضرتك بتقول عمل جلسه وعده. مين قال لك ان انا وعدته انه يشارك؟ مين قال لك ان وعد كهربا يشارك؟ Interesting this. هو بيسال حضرتك عرفتها من فين؟ بيقول حضرتك مين قال لك المعلومه دي ان هو عمل جلسه مع كهربا ووعده انه يشارك؟ جبت منين المعلومه دي؟ Someone. One friend of كهربا told him that. So Karaba goes. And say things that were happening in the team. He says them outside. بقول لك كده كهربا بيطلع بيقول حاجات بتحصل جوه الفريق بيحكيها بره. Yeah, but I did tell him that you are right. انا قلت له كده فعلا عندك حق ووعده فعلا. بس انا متفاجئ ان انت عارف المفروض دي حاجه جوه الفريق ما تطلعش بره. في حاجات داخليه جوه الفريق المفروض ما تطلعش بره. لكن دلوقتي بتطلع. Because I'm a journalist and yes, okay. No, it's not your problem. It's my problem inside. مشكلتي انا انا لعبت بتتكلم مع صحفي. Not your problem. You are a journalist. You must know everything. انت صحفي فوت دوا على المعلومه. كان المشكله عندي لعبتي بتتكلم. For me when I'm talking to my player and then you know. انا بتكلم مع اللعيب بتاعه وبقى الصحافه بتاعه. So it means you and my player you have relationship. طبعا انت على علاقه. Do you know in my team. على علاقه بالصحافه باللعيب بتاعي. ما اعرفش انت عارف. طب اتكلم مع حضرتك دي فرصه. No, you good. No بيقول لك ماشي. بيقول حضرتك ما اعرفش انت ممكن عارف ايه تاني. And you're doing your job as a journalist. بيقول حضرتك بتعمل شغلك كصحفي كويس. And you're showing me that you're a good journalist because انك صحفي كويس عندك مصادر. عندك تعرف ايه اللي بيحصل جوه الفريق. You are very good. انت كصحفي كويس جدا بتعمل شغلك كويس. خلينا اتفضل. لا انت كويس انت another question. اتفضل. طبعا FBI كنت انطباعك ولا لا؟ هي الفكره بالنسبه لي وهقولها لك بصراحه يعني احنا اتعلمنا في الاعلام شويه مفاهيم ومبادئ. اولا ده من اساتذتنا الكبار. من اساتذتنا الكبار. انت كصحفي او كاعلامي مطلوب منك طول الوقت انك تجيب معلومه لانه المعلومه هي اللي بتخليني النهارده واقف قدام حضرتك بقول لك. المعلومه هي اللي بتخليني النهارده باشبع رغبه حضرتك فيما يتعلق بالتفاصيل والكواليس. وصحفي بلا معلومه اكنه ما جاش. فخلينا نبقى متفقين على ده رقم واحد. هكذا تعلمنا. علمونا برضو انه جزء اصيل من الشغلانه الا تفصح عن مصادرك ولو السكين على رقبتك. اتعلمناها كده. عندك معلومه مصادرك محدش. احنا اشتغلنا في مؤسسات اعلاميه وصحفيه كبرى. ما ينفعش يعني حتى احنا بيننا وبين بعض لما حد يجي يقول له مصدرك ايه يقول لك مصدري. انا مش هقول لك مصدري بس هقول لك مصدر انا واثق فيه ونتحمل مسؤوليته.
ده حفاظا على اي مصدر من المصادر. خلاص. ف تعقيبا بقى على المشهد, هو المشهد بالنسبه لي غريب شويه, لان اول مره اشوف مدير فني بيقرر صحفي بيساله كذا لا كذا طب كذا طب وهو قال لك كذا طب كذا ما خدش منه البتاع وما ردش, فبرضه بالنسبه لي غريبه شويه. الغريب اكتر ان الصحفي قال له انا صاحب كهرباء, معلومه من كهرباء ايش, غريبه جدا. واخد بالك ازاي احنا المشهد ده مشهد غريب, لا بنشوف المدير الفني بيقعد يسال في طب وكذا 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 وكذا, ومدير الفني بياخد السؤال بيرد عليه بالشكل اللي هو شايفه مناسب من وجهه نظره, ولا الصحفي بيكشف عن مصادره. ففي مشهد هنا غريب شويه, صح؟ اعتقد انك كونت نفس الانطباع ده, انه مشهد غريب شويه. طيب مردوده ايه؟ طبعا مردوده انه عند كهربا طبعا, لانه الراجل المدير الفني قال له ده الراجل بيطلع بقى اسرار الفرقه. خلاص, ما هو انت بتقول مين انا صاحب كهربا, فطلعتها, ف كما لو اني عنونت كلامي او حطيت عنوان لكلامي انه كهربا هو اللي قال لي. فكهربا بطبيعه الحال رد, قال الرد اللي هتشوفه حضراتكم على صفحته على انستجرام. هتقول يا شباب بعد اذنك, قال لك بالنسبه لي, بالنسبه للصحفيين اللي بيتكلموا على لساني, انا ما حصلش مني اي تصريح من اي اتجاه لاي شخص, ولو حابب اقول اي تصريح هيكون مني انا شخصيا. غير كده انا لم ولن يصدر مني اي تصريحات لا سابقا ولا لاحقا على الاطلاق. اللي عنده اي حاجه ممكن يقولها عادي جدا ويواجهني, لان ده عمره ما هيحصل وعمره ما حصل ولا هيحصل مني ابدا. وبعد اذن الصحفيين ما حدش يقول اي تصريحات على لساني. انا ما عنديش صحاب ولا قرايب صحفيين, ولا بقول اي تصريح لاي شخص ايا كان هو مين عن حياتي الشخصيه ولا الرياضيه, فارجو عدم الحديث بالنيابه عني, وارجو من جمهوري الغالي عدم تصديق اي كلام من اي شخص غير مني انا فقط. فبقى في موضوع, بقى في موضوع, بقى في تفاصيل كتير, ده من خلال المؤتمر الصحفي اللي في النادي الاهلي. عندي لسه تفاصيل كتيره, وعندي لسه وقفه تحكيميه مهمه بعد الفاصل. خليكم معانا في جمهور التالتة. طيب خلونا نروح بقى للحالات التحكيميه. بس قبل ما اروح للحالات التحكيميه, المنظومه حلوه, يعني منظومه الكوره السنه دي حلوه, ولا ينقصها الا ان كل شيء يبقى في محله. عجبني جدا على فكره طاقم الحكام, عجبني النهارده كابتن معروف غير الطاقم خلاص, فبقى باين خلاص النهارده في ارضيه الملعب. الحكام اخذوا بالهم ان الطاقم الفوسفوري فوسفوري كله على بعضه ده مش صعب يخلينا احنا نميزه, مش شايفينهم من نجيله من ارضيه الملعب. فماشي فسفوري في اسود تمام زي الفل, حلو شراب اسود فالدنيا تبقى ايه في اللطيف. المهم ان احنا شكل حكامنا كويس جدا. النقطه اللي بتكلم فيها, هو انا ببسط جدا لما اشوف الحكم بيسمع الكلام بتاع الفار. الفار ده احنا عاملينه ليه؟ اسمه ايه؟ حكم فيديو, ها اسمه ايه؟ حكم فيديو مساعد, عشان يساعدك. ليه؟ عشان لما تعطل يقول لك تعال بص على دي, مفيش مشكله. طيب هتكلم في نقطتين. النقطه الاولانيه, في دور مهم جدا لحكم الفار, حكم الفيديو. لازم الحكم, حكم الساحه ياخد بيه, زي النهارده مباراه الاسماعيلي, المباراه وقفت اكتر من مره والراجل راح للفار. ده صح, صح. بس في دور تاني مهم برضو لازم نتكلم فيه. ايه هو؟ انه التقنيين لازم يبقى لهم دور في انه اديني الزاويه بسرعه, علشان دي زاويه بسرعه عشان ابقى شايف فما اخدش وقت. هي دي الزاويه اللي انا اعرف احكم منها, فاخرج توت خلاص خلصت القصه, ما خدش وقت طويل. فالدورين دولت مهمين قوي, ان انا لو انا مش متاكد ولو انا في موقع مش 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 مميز اسمع للفار. وده عتبي بس على كابتن عصام, على الكابتن محمود البنا. كابتن محمود البنا من الحكام اللي شهادتي فيه دايما مش هقول مجروحه, لكن شهادتي فيه دايما بكل صدق انه واحد من اهم الحكام اللي جم مصر. أنا ما عنديش شك ولا عندي جدل, بس اللي بتكلم فيه أنه لابد أن يكون هناك عودة للفار. ارجع, مش خسران حاجة, بص على الفار احكم صح خلاص وخلصت القصة. هتفرق كتير جدا جدا في إعطاء كل الناس حقها. بخلاف كده احنا كل حاجة عندنا ماشية كويس. تعالوا نشوف النهاردة حالتنا التحكيمية عاملة ازاي. معانا على التليفون خبيرنا التحكيمي كابتن أحمد الشناوي. يا كابتن أحمد مساء الورد. مساء الجمال يا كابتن إبراهيم, عليك وعلى مشاهدينك الاعزاء. ربنا يبارك في عمرك يا رب. خليني ابتدي مع حضرتك بالحالات, ابتدي معاك بماتش فاركو وبيراميدز. انا بس عايز اقول لك حاجه مهمه, بس انت الكلام قلت حاجه مهمه. اتفضل. وهي موضوع الفار, وان الحكم يتفرج على الحاله ويشوف الحاله.
النهارده الحاله المهمه ان لما يحصل جدل واعتراضات وحتى الفار يعني بياكد لك فاول ممكن وريني الحاله بسرعه بص عليه. هو انك تظهر بشاشه اللي هو يعني اللي هي اون فيلد ريفيو انك تعمل في الملعب تشوف المشاهده دي مش شرط ان انت هتاخد قرار غير اللي انت خدت او هتاخد قرار غير اللي في الشاشه دي مش قضيه. هو في الاول وفي الاخر هو قرار ان الحكم لو انسى الفار يا كابتن ابراهيم لو المساعد النهارده رفع على تسلل والحكم شاف انه مش تسلل قرار مين اللي هيمشي؟ قرار الحكم صحيح. ان المساعد ما بيقررش المساعد يشير والفار ما بيقررش الفار بيوري ايوه يعني بيديك صوره او وضع تشوف لكن القرار في الاول في اخر الحكم صحيح. دي حاجه مهمه جدا كويس انك اتكلمت فيها بس انا باكد عليها لان الناس فاكره ان طالما الفار نادى الحكم الحكم لازم يغير القرار. لا النهارده محمد معروف مرتين الفار بيناديله ممكن تبقى بينالتي مش بينالتي المرتين ما خدش قرار البينالتي واستمر واستهدف اللعب بالوضع اللي كان اي لم يحتسب لما شاهده في شاشه الفار لانه وضعيته هو شايفها من وجهه نظره كانت وضعيه سليمه. انا بتكلم على الحاجات اللي بيبقى فيها التباس لما راح شافها في الشاشه برضه بص للي مقدمه له في اللي هو عنده لان هو يعني اللي عنده يعني كتفته ارجع من اللي شافه على الشاشه. ايوه بالظبط كده. طيب خليني بقى اروح للحالات بتاعت النهارده. فاركو وبيراميدز مع الدقيقه 80 ضربه جزاء لايريك تراوري على عزمي غوما لاعب فاركو بعد التاكد من صحه قراره عن طريق تقنيه الفيديو. اخد راي حضرتك فيها. هنا طبعا الحكم ابراهيم نور ادي الكره رايحه ادي ايريك داوري رايح اهو الكره بترفع هل في تسلل مفيش تسلل؟ طبعا اللعبه دي لاحظت في اللعبه هل هو متسلل ولا مش متسلل؟ تقنيه الفار اللي هتقول برضه خلي بالك اهو شوف الايد هنا خلاص. انا بس انا عايز اوصل لحاجه يا كابتن كويس انا جبت اللعبه دي. اتفضل. هنا النهارده في دفع ولا مفيش دفع بالايد؟ في دفع. حلو. هل القانون لما قال ان الدفع يعني مخالفه الدفع يتوقف برجل حر مباشره هل حدد قوه الدفع ولا قال دفع بشكل عام؟ قول لي حضرتك. الدفع بشكل عام. اه. يعني اذا الدفع النهارده كوني ان انا من حركه وانا بتحرك وايدك بتدفعني سواء القوه اللي فيها بسيطه ادت الى سقوطي فانت حرمتني لان انا من الحركه. وانا ثابت ممكن بتدفعني ببقى ثابت ما اثرتش فيا. اذا النهارده ممكن جدا دفع واللاعب بيجري بيتحرك يسقط فبالتالي انت حرمته من مواصله الحركه عشان يروح يلعب الكوره او يتنافس على لعب الكوره. اذا النهارده الخطا موجود. هنا المتقدم زي ما انت شايف هنا التسلل مش موجود لان طبعا الايد تراوري هي اللي ايه اللي مسابقه. صحيح. خلاص اذا النهارده بقت في مخالفه للدفع واضح جدا اهو واضح الايد اهي ايوه رايح على 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 ظهر اللاعب وبتدفعه الوضوح الدفع خلاص وادي اللاعب بيسقط. خلاص يعني انا عايز اقول واضحه واضحه جدا فبالتالي صحيح. عايزين نقول التسلل اهو الايد هي اللي ايه اللي عامله. خلي بالك الخط العمودي اللي فوق الراسي ده هو اللي بيتحدد فالاحمر فطبعا الايد لكن الايد لا يعاقب بالتسلل لانها لا يمكن احراز بها هدف او تستخدمها في لعب الكره. عظيم. طيب نروح للحاله اللي بعديها في الدقيقه 95 واحتساب ضربه جزاء لصالح فاركو بعد العرقله داخل منطقه الجزاء. اعرف راي حضرتك فيها ايه؟ نشوف الحاله كده مع بعض. بص يا كابتن اللاعب اهو دي رايح يلعب الكوره، لعب الكوره لاعب ال بتاع فاركو لعب الكوره ما لعبش الاحمر اللعب ولا الازرق؟ اللعب الاحمر ايه ما هي زقها اهو يعني اللي هو لعيب فاركو نجح في لعب الكوره زقها اللاعب الثاني خد ايه؟ خد رجله انكر رجله كويس اللاعب لما نازل بالتاكلينج ده عمل ريسك ولا ما عملش ريسك؟ عمل دي مخاطره ان هو نازل يا يلعب الكوره يا هياخد رجل اللاعب خلاص هو خد رجل اللاعب ولازم يتحاول هذا شوف خد الثانيه كمان من هنا اذا خد الريسك ركله الجزاء واضحه وضوح الشمس يعني مش عايز اقول لك يعني لا يختلف عليها اثنين ركله الجزاء ضرب الجزاء صحيح ماشي واضحة
جدا يعني مش محتاجه ان احنا نجادل في حاجه مش موجوده. ماشي. اللاعب بيزق الكره ونجح في لعب الكره واللاعب الثاني دخل كان عنده فرصه في اللعبه لكن لعب القدم اللاعب الخصم ولم يلعب الكره فبالتالي ركله الجزاء موجوده والقرار قرار صحيح. ده هدف تم الغائه اللي قدام حضرتك على الشاشه لمودي لاعب فاركو بعد العوده لتقنيه الفار. نشوف اللعبه. هنا اللعبه انا بقى انا مش عارف هو ما يعني ما حسبهاش ليه بقى حضرتك اللي تفسر لي. تسلل. اهو اللاعب الاحمر بيلعب الكره دي لحظه لعب الكره اللاعب الاحمر متسلل اهو مش متسلل كده. كملوا كده يا شباب كملوا الكره لو سمحتوا من فضلكم. ادي العب ادي اهو التسلل موجود اهو يبقى هو حسبها التسلل يعني اللعبه التسلل هو اللي الكره جت من مين من زميله اهو اللاعب الافريقي ادي حط الكره في التسلل موجود مش كلام يعني التسلل واضح احنا مش محتاجه دي يعني زي ما بيقولوا اي بي سي في اي بي سي ماشي الكره جايه من مين ماليش الكورنر ما فيهوش تسلل ما تيجي مباشره جايه من زميله فبقى كعبه جديده ونيو سيتويشن فبالتالي هنا لابد نشتغل على التسلل والتسلل موجود وقرر الحكم قرار صحيح. طيب نروح لمباراه طلائع الجيش والزمالك ونبتدي مع حضرتك بالدقيقه 17 وركله جزاء كانت لصالح الزمالك بدفع بداعي دفع علي الفيل لعمر السعيد داخل منطقه الجزاء واوقف حكم المباراه للتاكد من صحه ضربه الجزاء. هو يعني نفس الكلام يا كابتن نفس اللي قلناه في اللعبه دفع نفس فكره الدفع دفع خلاص لا خلي بالك بص يعني معلش يعني اللاعب من الحركه وهو بيتحرك يروح يلعب الكره بيبقى رجليه في الهواء فبيبقى جسمه خفيف اي دفع تسقطه في الارض اي دفع تسقطه في الارض فبالتالي هنا طبعا هنا الحكم ممكن يعني انا بس امين عمر ما شافهاش ممكن اللاعب اللي رجع بظهره ده قطع عليه الرؤيه عمل بلوك يعني بلوك فيجن رؤيه منغلقه عليه لو بص الكوره واضح جدا انه بيدفع ماليش دعوه انا بقى تقول لي ده انا بحط ايدي عليه كده لا ملهاش دعوه لانه وامبارح برضه نفس الكلام لم تحتسب والفار برضه مباراه المقاولين المقاولين برضه ليها ركله جزاء برضه اللاعب الافريقي ده انستروزا انستروزا ده اتزق كده برضه وما اتحسبتش ركله جزاء نفس الكلام الدفع هنا يبقى ضربه جزاء صحيحه هنا طبعا اكيد ماشي واضحه جدا نروح للدقيقه 63 والزمالك سجل هدف عن طريق عمر السعيد ولكن كان في اعتراض من جانب لاعبي طلائع الجيش على هدف بداعي وجود لمسه يد على زيزو في استلامه للكره هل فيها لمسه يد ولا لا؟ شوف هنشوفها من اللي هي بقى في من الوقت لقطه من لا من الناحيه احنا ماشيين في واحده من مواجهه اللاعب نفسه هجيبها لك اللي هو بص انت ماشي في لقطه هو بيقطع على صدره واقف جاي يعني احنا جبناها في الاستوديو التحليلي كانت باينه جدا ان هو ما يعني ما خدهاش بيده على الارض هي الزاويه دي لا الزاويه الثانيه هي اللي جايه اهي اهي بص لا خالص مفيش حاجه مفيش حاجه صدره يعني مفيش خالص الايد مفيش الى جانب بقى خلي بالك لو جت في الجزء الفوقاني اللي هي يعتبر ملاصق لنهايه الكتف هذا الجزء اصبح خارج الذراع لا يعتبر جزء الذراع يبدا من تحت منه على طول اللي هي الجزء اللي تحت الباط ده اصبح يخضع للكتف ولا يخضع للذراع بغض النظر سواء للمدافع او المهاجم لا يعاقب وبالتالي برضه خلي بالك وفي التسلل يعتبر جزء من الجسم ولا يعتبر جزء من الذراع طيب عظيم يبقى الكره دي ما فيهاش اي حاجه وهدف صحيح لصالح الزمالك هدف صحيح طبعا هدف صحيح جدا نروح لمباراه الاهلي والبنك الاهلي ودي 94 تاهل كان من محمد شريف داخل المنطقه واعتراض من المدافع وسط اعتراضات بوجود خاطئ داخل منطقه الجزاء قول لي راي حضرتك في ايه عايز اقول على حاجه حاجتين مش حاجه واحده اول حاجه شوف بقى هنا خلينا بقى بص يا كابتن امشي ايوه نقف هنا النهارده اللاعب الاثنين مع بعض اداؤه في وقت واحد اثنين ايدين مع بعض ولا لا؟ طيب اللاعب النهارده بتاع فريق البنك الاهلي النهارده لو بيزقه هيزقه فين؟ يزقه لقدام مش هيقدر يلف بص الاثنين هم اذا المخالفه في ان واحد من الاثنين
اه ده بيمسك وده بيلف. هتحسبها على مين؟ تحسبها على مين بقى؟ هنا مفيش القرار هنا يستوجب استمرار الجهاز. هنا مش لازم تحسبها على حد. خلاص انت بتمسكني وانا بمسكك بالظبط زي النهارده اللي انت اتفرجت على ماتش الاسماعيلي. الكرة اللي كانوا عايزينها ركله الجزاء. طب ثانية واحدة ثانية واحدة رجعوا لنا اللقطة دي كده واحدة واحدة. هي هل 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 هنا بص يا كابتن كده ما هو اللي بادئ بالحجب هو لعيب البنك الاهلي يعني ايه ايه باينة اهو ان هو مش عايز محمد مع بعض. لا يا كابتن نهيم هو قدام حاجة كتير في الأول كده خد بالك هنا في الأول ما بيعملش حاجة حاطط إيده بس ما عملش حاجة. بص بقى محمد شوف هيعمل إيه بعد كده. بص بقى بعد كده هنا الإيد ما عملتش حاجة يعني المفروض هنا محمد شريف لو عايز يرجع وسقط معناها ان ايه ان ابص محمد شريف عمل ايه دلوقتي اصبحت الحكايه ايه الاثنين مع بعض نفس المخالفه بقى. الاول ما كانش فيه مخالفه ضد الله لان محمد شريف ما سقطش على الارض. السنده اللي سندها اللعيب بتاعت البنك دي ما تندرجش تحت القصه حضرتك كنت لسه بتتكلم عليها. الدفع ملوش قوه مع بعض اهو الاثنين مع بعض اهو الاولانيه الدفع ما فيهوش قوه بدليل ان هو لم يسقط اهو ما سقطش لف جسمه لان ما سقطش ليه يا كابتن؟ لان الشريف كان بيعمل بيغير اتجاهه لو كان بيغير اتجاهه من الثبات فبيلف في جسمه فيبص لا ده اهو حط عيب عنده بص بيزق برضه هنا والتاني بيزق لا انا شايف انا ما فيهاش حاجه يعني قرار هو ده القرار يعني ما تقدرش يعني انا ما اقدرش اقول ان ادي النهارده لا فاول على ده ولا ده لان في تزامن في الـ في الـ في الـ في, الـ في استخدام الذراع بين اللعيبه. النهارده لو انت بصيت في ماتش الاسماعيلي وسيراميكا اللعبه اللي هي كانت المدافع بتاع الاسماعيلي وباسم مرسي ده بيشد من ناحيه والتاني بيشد الشوط من ناحيه خدت بالك في مخالفتين في آن واحد مين يقدر يحسبها؟ اهي قدام حضرتك هي الحاله اللي حكايه بتتكلم عليها يعني هتحسبها لمين؟ ما تقدرش تحسبها. هتحسبها لمين؟ هتشوفها انت دلوقتي الحكم هتبص لما يقوم في الاعاده بص واحد بيشد الشورت واحد ماسك ايده من الناحيه الثانيه بس مرسي بيشد الشورت بص انزل بقى تمشي بص هو اللي بيمسك نمشي في كمان فريم او بص ايد بس مرسي بالشمال بدات تروح ورا اهي وعايز اللي بيمسك يشد الشورت ادي الشورت بتاعت ليه جايب الشورت دلوقتي بص الشوط امشي كمان لا نمشي لقدام ادي ايد باسم مرسي مع الايد برضه بتشد نشوف بقى الشوط بعدها يفخد اللعب اهو لا امشي كمان فريم قدام فريم اهو شفت اهو بيشد ايه؟ شاف شد ايه؟ باسم بيشد الشوط اهو بتاع لعيب الاسماعيلي اذا المخالفات خلاص مع بعض استمرار اللعب هنا دي اسمها الالتحامات المتبادله في ان واحد هتحسب على مين؟ يعني ما بتحسبش خلاص يعني انت دلوقتي اديلك شفت اللعبه بالتفصيل ده اللي قدامك تحسبها على مين؟ صعبه ولا مش صعبه؟ بتسالني انا؟ هسيبها ضربه جزاء. طب تحسبها ضربه جزاء طب وباسم مرسي ما اتكبش مخالفه؟ باسم مرسي ايده باسم مرسي في اخر لقطه ايده الراجل المدافع بتاع الاسماعيلي لففها له زي بتوع المصارعه. انت حضرتك سالتني انا ماليش في يعني انا ماليش في اللف والدوران حضرتك سالتني وانا يا كابتن احمد يا كابتن احمد حضرتك سالتني وانا جاوبت حضرتك بس في النهايه انا الخبير التحكيمي هو الكابتن احمد الشناوي وليس ابراهيم فاي. انا راجل مقدم برامج ما يعني لست على درايه كافيه لا بالقوانين ولا باللوائح انما حضرتك تسالني تقول لي انطباعك ايه اقول لك ايد الراجل بتاع سيراميكا كليوباترا لحد اللحظه الاخيره هنا بقى تمام بص بقى الراجل اصلا ايد باسم فين الراجل واخدها له فين اللي هو انا همنعك من التوازن لحد ما شده جابه على الارض. انت سالتني وانا قلت رايي بصراحه بقى هو من الاول ماسك بايده الشمال يا كابتن كابتن مرسي بايده الشمال من الاول هو لفيفها مش باينه بص ايده نرجع كمان بص ايد بس المرسي ما ماسكه اهي وشده اهي الله وانت خلاص يا كابتن خلاص كابتن شناوي اللي انت عايزه ماشي تمام انت برضه في النهايه رايك النافذ يعني انا الراي ليك انت حبيبي يا كابتن لا انا عايز احنا بنوضح برضه للساده المشاهدين حتى ان كنت انت عندك راي ولا كلمه ده كويس انت لولا ان حضرتك سالتني بس انا مقرر بقالي ثلاث سنين
ان تقريبا بقى لي 3 سنين تقريبا ما بتكلمش في الحالات التحكيميه, انا تحديدا بتكلمش في الحالات التحكيميه, وافضل دائما وابدا انه حضرتك تكون موجود معانا او كابتن سمير عثمان بصفتكم خبراء تحكيميين على قدر كبير من الدرايه, فتقولوا الراي للناس وده يتوافق. وليه ده السبب يعني اللي انا بعملش كده؟ لانه ده بيتسق مع كل مره حضراتكم بتظهروا فيها, فبتبنوا على الكلام اللي قلتوه قبل كده. احنا ناس ممكن يبقى عندنا انطباعات تحكيميه معينه, الانطباعات مش زي اللي مبنيه على التحديثات اللي بتحصل في قرارات الحكام. لكن حضرتك سالتني فانا جاوبتك. يعني هو حضرتك ماشي, انا سالتك ليه؟ معلش قول لي برضه سالتك مش شرط ان انت تقول يعني تقول اجابه غيري واقول لك لا غلط. لا ان ممكن بسالك ان ده ممكن يدور في ذهن احد المشاهدين ماشي اللي بيشوفونا دلوقتي شنوي. ان ممكن يقول لك ده هنا اشمعنى دي, طب دي كده انت حبيبي وكده انت حبيبي يا كابتن شناوي. لا انت من غير اي حاجه انت حبيبي الكل يا كابتن. ربنا يخليك يا رب يا كابتن احمد, بشكرك حبيب. شكرا جزيلا ومساءك ورد. بشكر حضرتك شكرا جزيلا كابتن احمد الشناوي خبيرنا التحكيمي. خلونا برضو لسه مكملين في الدوري, وعندي خبر مهم جدا 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 خاص لينا هنا في جمهور الثالثه, انه اللاعب كريم بامبو تاكد ايقافه لمده 4 أشهر. أيوة لمدة 4 أشهر, على أن تبدأ العقوبة من شهر 9 الماضي. فيلا عم كريم ابسط, ال4 شهور فيهم شهرين طاروا, فالعقوبة دلوقتي لما هتتنفس هيبقى هم على شهرين. أخف القضاء زي ما بيتقال, أخف الأحكام يعني, لأنه ال4 شهور دي شهر 9 خلص, 10 باي باي. بس انا حضراتكم كان طويل قوي شهر 10 الحقيقه, يعني استمر معانا كتير قوي, بتصحى كل يوم نفسك القبض ينزل عشان شهر 10 يخلص, لكن هو ما كانش بيخلص, هو خلص شهر 10, حسسنا ان هو 85,000 يوم شهر 10, بس هو خلص الحمد لله. خلص ولا لسه في نفس مكمل معانا؟ مش صح النهارده بقينا واحد ولا ايه؟ فالدنيا تحلو علينا شويه يا جماعه. انا ما اعرفش ايه اللي انا بقوله ده, بس يعني دي حاله عامه عند الناس والله. شهر 10 طول طول معانا قوي. فالمهم انه بقى فاضل شهر 11. تقبضت فكري ولا هو طول بس تقبض شهر 11 تمام, وشهر 12 وعقوبه كريم بامبو تكون خلصت. اتمنى له يا رب بقى, ومش اتمنى لكريم بس, كل اللعيبه بقى بتاعت الدوري المصري خدوا بالكم من القصه دي عشان ما نقعش فيها. طبعا كده او كده في خساره, بس دي اقل الخسائر. كده او كده في خساره, خساره لكريم وخساره للنادي بتاعه, بس دي اقل الخسائر, اظن دي اقل الخسائر يعني. الموضوع كمان كان هيبقى اكبر من كده بكتير يعني. طيب معايا على التليفون كابتن حمد ابراهيم المدرب العام لبيراميدز. يا كابتن حمد مساء الفل ومبروك مكسب النهارده. حبيبي يا كابتن ابراهيم مساء الفل عليك, اهلا وسهلا ومتشكر جدا, الله يبارك فيك يا حبيبي. طيب خليني اسالك في البدايه, الجيم كان صعب النهارده, فرقه فاركو برده ما كانتش من الفرق السهله قدامكم, والجيم كمان ميل شويه ناحيتهم, ثم تحول معاكم بقى من الهدف اللي سجله عبد الله السعيد, ومن بعدها ايضا ضربه الجزاء. عايز اعرف رؤيتك للخصم اللي كان بيلعبك النهارده فاركو كانت عامله ازاي؟ اكيد يعني ما كل الفرق كابتن ابراهيم هيظل, ان احنا قلنا ان الدوري السنه دي دوري مختلف. كل الفرق مستعده بشكل كبير, كل الفرق متعامله بشكل كويس. فاركو من الفرق اللي عندها طموح وعامل فرقه من الفرق كويسه اللي عنده لعيبه مجموعه خبرات, لكن هيظل ان انت عندك طموح كبير جدا ان انت ان شاء الله كل مباراه تشتغلها, وانك انت تاخد الثلاثه بونت منها وتطلع بمكسب. فدي حاجه مهمه جدا ان انت توصل اللعيبه بتاعتك انك انت على طول يبقى عايز يكسب على طول الثلاثه بونت, فدي حاجه من الحاجات المهمه جدا. اكيد فرقه فاركو من الفرق كويسه, يعني الشوط الاول هنقول نقول ان هم كانوا اكثر ايجابيه مننا شويه, لكن احنا ما يعني كنا بنبادلهم نفس الكلام دوت, لكن ما كانش في خطوره حتى على المرميين من عدد فرص منهم او من عندنا, الا في بعض الوقت شويه عندهم يعني هم كانوا اكثر ايجابيه شويه مننا الشوط الاول, لكن الشوط الثاني كان مختلف تماما بعد ما دخل الكابتن ايهاب وغيرنا في حاجه معينه في شكل اللعب نفسه. بقينا استحواذ كبير جدا, واحرزت هدفين وضيعت عدد من فرص كبير جدا, والحمد لله رب العالمين. مهم جدا يا كابتن ابراهيم ان انت زي ما بقول لك انك انت حتى لو انت في بعض اوقات المباراه مش موفق فيها,
لكن لازم تبقى الفرق الكبيره لازم تخرج بالثلاثة بونت في اليوم دوت. صحيح. دي حاجه من الحاجات المهمه جدا. بسالك على لعيب زي عبد الله السعيد ما زال يعطي ويمنح بقدره في الملعب، سواء الحقيقه الضربه الثابته اللي لعبها واللي تسببت في هدف، او حتى كمان ضربه الجزاء اداؤه في الملعب، تعقيبك ايه على اداء عبد الله السعيد؟ لافت للنظر كابتن محمد. عبد الله لعيب كبير، وعبد الله يعني انا بقول ان هو يعني لعيب، انا بقول عنده اكتر من كده كمان. عبد الله بيعمل من اكتر اللعيبه في الملعب يا كابتن ابراهيم في نسبه الجري في يعني عندنا حتى في الشغل وفي القياسات عندنا من اكتر ناس بتجري، من اكتر ناس بتعمل في في القياسات من اكتر اللعيبه اللي بتجري. يعني ارقام كبيره جدا، انا مش عايز اقول طب معلش عشان دي حاجه يعني لا ما يجراش حاجه، انا مش عايز اعرف الارقام، بس ده يدينا انطباع انه كارلوس كيروش كمان لما اختار عبد الله كان عنده وجهه نظر برضو. يعني عبد الله لعيب كبير وانا بقول لك بيعمل مجهود كبير جدا، وباقي اللعيبه كلها بتعمل مجهود كبير جدا، ودي حاجه مهمه جدا ان عبد الله يعمل الكلام دوت، فبيدي الانطباع للي حواليه ان هو يشتغل ويشتغل مجموعه اللعيبه تشتغل وتشتغل بشكل مميز، لان بيشوفوا مع عبد الله عنده خبره كبيره، احمد فتحي عنده خبره كبيره، ان هم الناس اكتر ناس عندنا كابتن ابراهيم بتعمل مجهود كبير، الناس الكبار مع باقي الفرقه طبعا. هيظل ان انت طول السنه محتاج الكلام دوت على طول، لان ما فيش ماتش هيبقى سهل، ما فيش ماتش هتاخد فيه 3 بونت من غير ما تبقى بتتعب فيه وتشقى فيه، فدي حاجه مهمه جدا، مع انك انت بقى تحافظ على تركيزك انك في طول ال 90 دقيقه بتعمل كل دقيقه في ال 90 دقيقه الشغل اللي مطلوب منك، وانك تبقى عارف الكلام ده على طول جوه الجيم نفسه. وهيظل لك يا كابتن ابراهيم ما فيش فرقه في العالم مش هيجي عليها هجمه او اثنين او ثلاثه خطر، يعني مفيش، ما انت مش بتلعب كراسي، يعني ما انت مش بتلعب كراسي، مستحيل. ما انت الفرقه اللي قدامك دي عايزه تكسب برضو، عندها طموحات، وبعدين انت بتلعب فاركو جايب عفاريت الاسفلت برضو عايز يعمل حاجه. هنجيب اي مباراه على مستوى دوريات العالم كله مفيش فرقه ما بيجيش عليها هجمتين ثلاثه، لكن مهم جدا ان انت وانت شغال الكلام دوت ازاي تبقى متماسك، ازاي تبقى عندك تنظيم تشتغل الكلام دوت، فدي حاجه مهمه جدا. صحيح. طيب خليني اسالك بقى، يعني مع 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 ماتشين من بطوله الدوري، تقييمك ايه للبطوله السنه دي يا كابتن حمد؟ يعني سهله، صعبه، متوسطه؟ والله انا بقول ان هي السنه دي واضح من 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 حتى المباريات اللي احنا بنتابعها كلها مع المباريات بتاعتنا انه هيبقى دوري قوي جدا. واضح حتى نسبه التهديف كبيره جدا السنه دي لكل الفرق، ودي حاجه ما كانتش بتحصل في السنين اللي فاتت. ده حقيقي. فخلاص انت بقى في فكر انك انت بتطور انك انت ازاي تشتغل وتروح على المرمى، ان نشوف نسبه الاهداف هتلاقي رقم كبير جدا لكل الفرق، ودي من الحاجات القليله جدا في لا انا مش عايز اقول في العشر سنين اللي فاتوا، لان ما بداناش دوري بالارقام الكبيره ديت في عدد الاهداف وعدد الفرص اللي بيحصل، فدي حاجه من الحاجات المهمه. لكن انا بقول ان الدوري صعب جدا، لان الفرق كلها بقى عندها امكانيات، بقى عندها طموح، عندها بعض اللعيبه الخبرات الصغيرين اللي هي لعبت على مدار كام سنه، بقى عندك كام فرقه في الدوري بقى عندها امكانيات ماليه معقوله جدا، فدي تعمل منافسه كبيره. فانت عندك اهلي وزمالك، يعني مش عايز اسمي طبعا عشان ما حدش، يعني كل الفرق اللي موجوده مع البيراميدز، مع طلع بقى بنك اهلي، وطلع سيراميكا، وطلع فاركو، وطلع الشرقيه، يعني مع بقى عندك النادي الاسماعيلي والاتحاد والمصري، يعني فعندك دوري هيبقى قوي ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله، بس الامور تبقى ماشيه كده بالشكل دوت. لكن مهم جدا انا بقول اللي هيبقى فيصل في الكلام ده كله، ده بقوله على طول، هو انك انت تفضل محافظ على التنظيم بتاعك جوه الملعب، وانك انت تعمل الشغل بتاعك طول ال 90 دقيقه، غير كده هتلاقي بقى الفروقات هتظهر بعد كده يا كابتن ابراهيم. يا كابتن حمد انا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا، ومساءك زي الورد، ودايما موفقين. ومتشكر جدا، وسعيد وانا معاك يا كابتن ابراهيم. ربنا يعزك ويعلم ادارك يا كابتن حمد، مساءك زي الورد، بشكر حضرتك شكرا جزيلا. كابتن حمد ابراهيم المدرب العام لبيراميدز، وفوز اليوم على فاركو. هفضل برضه اقول تاني وتالت، مع انه هذه هي المباراه الثانيه لفاركو، مع ان دي هي الخساره الثانيه لفاركو، بس الفرقه فرقه كويسه جدا، والمدير الفني بتاعهم الكابتن مجدي عبد العاطي مدير فني مميز جدا، والنهارده بيأدي اداء قوي. فبشوف انه هم لسه جايين ولسه عندهم امكانيات، وافتكروا كلامي، عندهم مدرب كويس جدا جدا، وعندهم تيم كويس جدا. فالنتيجتين بتوع اول ماتشين ما بيعبروش خالص عن الفرقه ديت، وتعالوا نبقى نتكلم كمان قدام شويه.
يا شباب عندها تقرير، تعال نشوف، تعالوا تشوف فاركو والمدير الفني لفاركو كابتن مجدي عبد العاطي ماذا قال بعد اللقاء، وبعدين نرجع نكمل كلامنا مع حضرتك. فوز مهم 6 نقاط في بدايه الدوري، اعتقد بدايه قويه جدا لفريق بيراميدز في هذا الموسم. اكيد طبعا، يعني الحمد لله رب العالمين، كان فوز مهم، كان لابد من استمرار الانتصار، يعني فزنا في الجوله الاولى والجوله الثانيه وهذا شيء مهم احنا بنبحث عنه. الحمد لله يعني كان اداء جيد جدا من كل اللعيبه، كان قدامنا بس هدف واحد انه احنا كيف نفوز، والحمد لله يعني ربنا كلل تعبنا وكلل اجتهادنا الفتره اللي فاتت، خدنا فتره اعداد وعنا، وهدفنا كان تحقيق بطولات للنادي، خصوصا انه احنا استخدمنا لعيبه تدعم كمان وتكمل الفرقه. الحمد لله يعني احنا ان شاء الله ماشيين بخطى ثابته ان شاء الله. وكان ماتش صعب طبعا، فريق فاركو صعد ويمتلك لعيبه من لعيبه لها اسماء كبيره، وهي فرقه فعلا كبيره بلعبتها، لكن الحمد لله رب العالمين ربنا اكرمنا وسجلنا جولين وقدرنا ان احنا نكسب الماتش. خلاص يعني الماتش هذا بتهيألي انه صفحه وانتهت، خلاص قدامنا ماتش صعب قدام الاتحاد وراح نصب تركيزنا ان شاء الله عليه، وان شاء الله ربنا يكرمنا باللي جاي. الحمد لله احنا اشتغلنا كويس جدا الشوط الاولاني، يعني مش عايز اقول بنلعب وان سايد جيم، لكن عندنا فرص كتير جدا، فرقه بيراميدز بكل امكانيات جالهم الفرصه بتاعه الفاول بس اللي اتلعبت دي كانت اوف سايد، لكن ما دون ذلك احنا قاعدين بشكل كويس، طلعنا بالكوره وقفتنا وتمركزنا، الزيادات الهجوميه، التعاون مع التلت الهجومي مع بعض، كل دي خلقت لنا فرص وجبنا جول واتلغى، لكن في النهايه الكره يعني النتائج الاداء في النهايه مش هيوصلني للمركز اللي انا عايزه او للمكان اللي انا عايزه. اتكلمت من شوطين ان احنا كان لازم نستغل الفرصه اللي جات لنا الشوط الاولاني، نقدر نجيب جول كان يبقى الوضع مختلف جدا الشوط الثاني، لكن برضو المجهود اللي اتعمل الشوط الاولاني اثر شويه في بدايه الشوط الثاني، لكن قدرنا نلم نفسنا. الخطأين او الكورتين اللي جم فينا خطأين مننا، كره كانت في رجلينا واتلعبت بشكل خطا، جه منها فاول، طبعا فروق الفرديه امكانيات عبد الله السعيد قدر يستغلها بالشكل ده. الكره الثانيه ضربه جزاء، في حين ان احنا في بدايه الشوط الثاني جات لنا فرصه بتاعت عزمي لو اتلعبت بالعرض جون 100%، لكن بقول في النهايه دي الكوره، يعني انت بتجيلك فرصه ما تستغلهاش لازم تتعاقب، والاخطاء اللي بتحصل منك لو الفريق عنده امكانيات وبيقدر عنده لعيبه اذكيه في الملعب تقدر تستغل الاخطاء دي، وده اللي حصل بالنسبه لنا يعني. لكن ما اقدرش اقول الحمد لله، عندنا وقت وعندنا شغل لازم نشتغل فيه، والاخطاء اللي بتحصل لازم تتعالج. الماتش الجاي ماتش برده صعب جدا مع الجونه في الجونه، خلال 3 ايام لازم نبقى جاهزين. ماتش النهارده خلص وخسرنا، لازم نبتدي نشتغل من بكره، وما اقدرش اقول غير هارد لك مبروك لبيراميدز. انا مش عايز ادي لنفسي اعذار، انا يعني انا بقول ان معايا تيم كويس جدا، عاملين تيم محترم، لكن برضو انت لعبت فرقتين كبار في بدايه الدوري، فيوتشر مجمع لعيبه كويسه جدا، بيراميدز تيم كبير، انا ما بديش نفسي الاعذار زي ما قلت لك، انا معايا لعيبه كويسه جدا من الممتاز اللي كانوا معايا، دعمت بلعيبه كويسه جدا ولاعيبه خبرات، فكره التجانس والانسجام وفكره ان احنا بس نعدي مباراه بمكسب، الموضوع هيفرق كتير جدا، وتتابع المباريات وتصحيح الاخطاء اللي احنا بنتكلم عليه ان شاء الله باذن الله. فرقه فاركو هتبقى في مكان كويس جدا باذن الله. في مباراه الجونه في توقف للمنتخب مصر، ده هيفيدك بشكل كبير. طبعا طبعا طبعا، وبعدين كمان برضو المباريات اللي بعدها هنقدر ان شاء الله نتعامل معاها بشكل افضل من المباراه دي، والاخطاء اللي حصلت بالنسبه لنا هنقدر نعالجها ان شاء الله خير باذن الله. زي ما قلت لكم، انا الحقيقه منحاز للكابتن مجدي عبد العاطي، ومنحاز للتجربه اللي ليها علاقه بابقاء فرقه على مديرها الفني اللي صعد بيهم للدوري الممتاز، واتمنى مش بس من فاركو، اتمنى من كل فرق الدوري الممتاز يبقى عندها هدوء وثبات انفعالي فيما يتعلق بالتغييرات. مش عايزين النبي القصه بتاعت اول 5 اسابيع هوب الصفاره صفرت كل الناس وهم غربله الفرق بتاعتها ونبتدي لعبه الكراسي المسخخه. خلينا نهدى شويه وندي للناس فرص على الاقل، على الاقل اول 10 ماتشات اول 12 ماتش يبقى على الاقل انت بتشوف كده الدنيا تبقى عامله ازاي، ويبقى حكمك وتقييمك النهائي واضح يعني. طيب النهارده شفتوا مصر المقصه، واعتقد شفتوا مصر المقصه كمان في المباراه الاولى قدام بيراميدز. فريق هو تقريبا الوحيد في الدوري المصري اللي بيتبني من اول وجديد، ودي مش سهله، وبيتبني من اول وجديد مش بصفقات كبيره ومش بنجوم، بلاعبين شباب صغيرين ومش معروفين، ومع مدير فني واعد اللي هو كابتن تامر مصطفى، فالتجربه من اولها باين انه ليها بشاير، مش عايزين يعني ايه نقر عليهم، بس بشايرها كويسه جدا جدا. ماتشهم قدام بيراميدز كان فيه نديه،
ما كانتش الفرقه اللي هي يعني سهله. النهارده بيكسب الجونه وهو على ما هو عليه 2-0 في لقاء اليوم. تليفون كابتن تامر مصطفى. يا كابتن تامر مساء الفل والف مبروك. كابتن ابراهيم مساء النور يا كابتن، والكلام ده كتير علينا يا كابتن. والله مبسوط لك والله يا كابتن تامر. انا ده يعني كابتن. يعني مبسوط للتجربه نفسها، ومبسوط للثقه اللي حضرتك واخدها، ومبسوط كمان اللي انا شفته النهارده في ماتش الجونه، او حتى كمان اللي انا شفته قدام بيراميدز. الحقيقه يعني انا كنت متخيل ان انتوا مزعلش مني في التعبير، بس انتوا هتبقوا نازلين مسلمين من الاول يعني من اول الدوري يعني. بس لا، واضح ان انت مدرب محترم، وواضح ان انتوا كمان عاملين تيم من الشباب بس واقفين على رجليهم يعني. دي شهاده كبيره كابتن ابراهيم، انا اعتز بيها على المستوى الشخصي يعني، من اعلام كبير زي حضرتك يعني. الله يعزك. مقومه كبيره وشرف لي ان انا بتكلم معاك كمان. ربنا يخليك يا رب يا كابتن تامر. والله الحمد لله رب العالمين. انت اللي انت بتقوله كلام سليم 100%. مصر كلها طبعا مستنيه المقص تبقى بعيد جدا، مش في الحسابات خالص. فرقه اتباعت كلها تقريبا، ما تبقاش منها غير حسني فتحي بس، وبدانا نجيب فرقه جديده كلهم لعيبه درجه ثانيه، كلهم لعيبه صغيرين. بصراحه الكابتن وليد هويدي بصراحه دعمنا دعم كبير جدا، وقبله طبعا الحاج احمد ستيلا وعمرو. بصراحه الناس موفر لنا كل حاجه في حدود الامكانيات المتاحه، واحنا سعداء جدا بالتجربه، وسعداء جدا بالمجموعه، وسعداء جدا بجمهورنا في الفيوم كمان مساندنا بصوره كبيره جدا، والناس كلها متعاطفه مع التجربه. وان شاء الله باذن الله عز وجل نقدر ننجح التجربه دي. ربنا يجعلنا سبب وننجح التجربه دي، لان تفرق كتير جدا مع نادي مصر مقصة في الامكانيات اللي موجوده حاليا يعني داخل النادي يعني. الظروف خلقت لهم دوافع ازاي، مع انه زي ما احنا بنتكلم تيم لسه صغير، ولاعيبه جايه من ممتاز به، وبالتالي هم معظمهم ما شافش الدوري الممتاز، وبيلعبوا فرق متمرسه اصلا كمان في الدوري يعني. خلقت الدوافع ازاي يا كابتن تامر يعني؟ والله يا كابتن ابراهيم انا دايما بقول لهم كلمه واحده بس، لازم نصدق. لازم نصدق ان احنا لازم نصدق طبعا، لازم نصدق ان احنا نقدر نعمل حاجه جيده جوه الدوري الممتاز يعني. ان شاء الله لازم نصدق، وعندنا ثقه في ربنا سبحانه وتعالى، ثم في امكانياتنا، ان ربنا سبحانه وتعالى على قد ما نتعب وعلى قد ما نعمل 100% بتاعتنا، على قد ما ربنا سبحانه وتعالى هيدينا ان شاء الله يعني. الفروق اكيد الفروق كبيره بيننا وبين الفرق كلها بلا استثناء، لكن احنا بنراهن على حاجه واحده بس، بنراهن على ان احنا ان شاء الله باذن الله عز وجل يبقى لينا تواجد محترم جوه الدوري الممتاز، معبر عن نفسنا، عندنا طموح سابقنا، عندنا امال كبيره جدا، عندنا اسماء كبيره بتتبني من اول وجديد عايزين نحطها جوه الدوري الممتاز، وان شاء الله باذن الله عز وجل ربنا سبحانه وتعالى يكرمنا ونقدر نعمل الكلام ده كله يعني. طيب. يعني هي الفكره. اتفضل. كنت بتكلم مع المسؤولين في مصر المقاصه، فقالوا لي افتكر كويس قوي باللفظ كده، افتكر كويس قوي اسم الكابتن تامر مصطفى، هيعمل شغل محترم في الدوري. الكلام ده قبل بطوله الدوري، وقالوا لي كده هو هيكرر تجربه الكابتن ايهاب جلال لما مسك مصر المقصه برده كده من لعيبه ما كانش لسه ليها تواجد، وقدر ان هو يعمل بيهم تيم. ايه اللي حصل ما بينكم وبين بعض في الغرف المغلقه خلاكم تشتغلوا على التجربه ديت اللي بتبقى فيها نسبة ريسك عالية جدا جدا عالية، عشان انت لسه بتبتدي الخطوات اللي من النوعية دي يا كابتن تامر، عالية علشان خاطر كمان اللعيبة ملهاش بقى في الدوري المصري. صح صح صح، هو ده حقيقة، كل كلام اللي انت بتقوله ده مظبوط 100%. اولا قعدت مع الكابتن وليد، والكابتن وليد كان بصراحة صريح معايا جدا، قال لي يا كابتن تامر احنا ظروفنا 1-2-3، واحنا بعنا الفرق كلها لان الظروف بقت صعبة جدا، فبنعمل تيم من اول وجديد في حدود الامكانيات دي. انا رحبت جدا بالفكره، ورحبت جدا بفكره الكابتن وليد بصراحه، والاستراتيجيه اللي هو حاططها، لان هو بصراحه يعني مر بالتجربه دي قبل كده، بقى له 10 او 11 سنه جوه الدوري الممتاز، فعنده خبرات كبيره. فبصراحه قعدنا واتكلمنا وقلنا ان شاء الله هننجح بالامكانيات دي، وان شاء الله هننجح بالفرقه دي، وهنقدر نعمل فرقه في حدود امكانياتنا، وكان ده اللاين اللي احنا هنمشي عليه يعني. ده بالنسبه للرقم واحد بالنسبه للمبدا نفسه. جوه الشغل نفسه يعني، ان هم يشبهوني بالكابتن ايهاب جلال ده شرف كبير جدا جدا ليا. كابتن ايهاب جلال ده استاذي وانا بتعلم منه، وكابتن ايهاب بصراحه يعني ليه فضل كبير عليا جدا بعد ربنا سبحانه وتعالى يعني، الراجل اللي بتعلم منه كل يوم يعني. طيب. فدي تجربه ان شاء الله نتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ان هو يوفقنا فيها، لان فعلا معايا مجموعه لعيبه فعلا يا كابتن طيب. عايز تعمل حاجه. واعدين جدا، واعدين جدا كمان يعني الباك رايت هشام ده 2001، سعيد ده 2001، زياد 99، بتتكلم في كابتن فرقه صبيحه 99، حسام عبد الواحد اول ثلاثه دوري ممتاز، يعني بتتكلم في مجموعه لعيبه صغيرين واعدين جدا، وعندهم طموح جميل جدا، وان شاء الله باذن الله عز وجل
يصدقوا بس. وانا بيني وبين كابتن ابراهيم المكسب ده انا بالنسبه لي مكسب مهم جدا، لكن توقيته اهم، لان انت تاني مباراه جوه الدوري الممتاز وتكسب. فالنهارده الحمد لله رب العالمين تكرم كبير جدا بعد الاداء الجيد الشوط الثاني من مباراه بيراميدز، فالحمد لله رب العالمين يعني الاداء جيد جدا، وانا سعيد بالولاد جدا 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 وسعيد بالتجربه جدا جدا لغايه دلوقتي يعني الحمد لله. يا رب ان شاء الله باذن الله تنجح التجربه، وان شاء الله باذن الله كمان تكون موافق فيها يا كابتن تامر. انا بشكرك شكرا جزيلا، تمنياتي لحضرتك بكل التوفيق كابتن تامر مصطفى المدير الفني لمصر المقاصه، وتجربه من التجارب اللي ننظر اليها ايضا باهتمام في الدوري المصري. طيب تعالوا نتكلم مع حضراتكم في تفاصيل تخص إصابة أوباما، عبارة عن إيه؟ لأنه ما كانش موجود النهاردة. الجهاز الطبي بنادي الزمالك قال إنه إصابة أوباما عبارة عن إجهاد في العضلة الخلفية، وبناء عليه فضل الجهاز الطبي عدم تواجد اللاعب في المباراة حرصا عليه، وبالتالي في تجهيزات وتأهيلات بدنية وتأهيلات طبية لأوباما علشان يقدر يلحق باللقاء المقبل. على الجانب الآخر طبعا شارك مصطفى فتحي وكان متألق بشكل كبير جدا جدا. كارتيرون اتكلم في المؤتمر الصحفي، لو جاز المؤتمر يا شباب بتاع كارتيرون يا ريت نعرضه. كارتيرون قال لم أفكر في القمة قبل الفوز على الطلائع، والزمالك بينافس على كل البطولات، الرجل عنده رؤية معينة ليه علاقة بالفترة الحالية وليه علاقة كمان بكلامه على مباراة القمة. قال أنا واخد الموضوع خطوة خطوة، الأول مباراة الطلائع الجيش 3 نقاط ومن بعدها مباراة القمة، وقال الزمالك بيلعب على كل البطولات. وبفكركم بالكلام اللي كان بيقوله شيكابالا معنا هنا في البرنامج، وكان بيحمل نفس التفاصيل برضو ونفس الأمور اللي ليها علاقة بالخطوة ثم الخطوة الأخرى. لو جاهز تقرير، لو جاهز تقرير بتاع كارتيرون يا شباب. يلا بينا خلونا نشوف مع بعض. يلا مبسوط جدا من الأداء، ومبسوط جدا من المكسب النهاردة، برضو لعبنا فرقة جامدة يعني لسه كسبانة سوبر مصر. الماتش كان صعب، احنا يقدر يقول احنا كان ممكن نجيب جون اكتر من كده كتير، جبنا جونين بس ضيعنا برضو كتير، بس في المجمل مبسوط جدا من النتيجة. Non, j'ai pas pensé au match d'Al Ahly une seule seconde, très honnêtement, c'est la première chose. Comme je l'ai dit avant les joueurs, avant le match, la saison passée, on a perdu le derby contre Al Ahly, on a fait un match nul et ça nous a pas empêché d'être champion. Pour moi, c'est ce que je veux, c'est surtout qu'on ait un état d'esprit à chaque match et pas simplement quand on joue à un derby, c'est à tous les matchs qu'on doit être présent. Au niveau état d'esprit, j'étais content. Et après, au niveau de la composition d'équipe, on a décidé avec Youssef ce matin de ne pas prendre de risques. Vous connaissez mon attention particulière sur le physique des joueurs. Il aurait pu jouer, mais il était un peu juste, donc risque zéro. On a préféré laisser Youssef au repos et ça a donné l'occasion de donner du temps de jeu à Mostafa Fati. C'est une très bonne chose. Puis Omar avait fait une bonne rentrée il y a quelques jours. Il a su marquer encore aujourd'hui. Donc voilà, Fatou après avait été suspendu le dernier match, mais c'était bien qu'il retrouve aussi des sensations. هو كان قال برضو للعيبه قبل كده ان السنه اللي فاتت احنا خدنا الدوري وماتشنا الكوم احنا خسرنا ماتش وعدينا ماتش، فهو كل الماتش يعني ده ما عطلناش ان احنا ناخد الدوري. كل الماتشات مهمه، بنلعب كل ماتش على اساس ان هو ديربي، على اساس ان هو نهائي. مهمه جدا الروح والاستمراريه، هو كان عاجبه الروح النهارده في الفرقه. بالنسبه ليوسف، يوسف كان يعني اصابته خفيفه، بس فضل ان هو ما ياخدش اي ريسك ويريحه النهارده، وده ادى فرصه ان مصطفى فتحي كمان يلعب النهارده، دي حاجه كويسه. وعمر السعيد الماتش اللي فات دخل وجاب جون، يعني نزل وجاب جون وكان كويس، فكان يستاهل يلعب النهارده وجاب جون برده النهارده وكان لعب كويس جدا. وبالنسبه لفتوح كان موقوف الماتش اللي فات فلعب الماتش ده، وبالتالي هو يعني عجبال روح تماما. Thank you.
J'ai jamais dit ça, à vrai dire. Mes propos ont certainement été mal perçus. J'ai dit que si Al Ahly cette année n'est pas champion avec tout l'argent qu'ils ont dépensé, ce serait un drame pour eux. Alors que nous, de notre côté, on vit avec tellement de problèmes qu'on n'a pas la pression cette saison. C'est totalement différent. Ça ne nous empêche pas d'être ambitieux. Ça ne nous empêche pas de jouer chaque match pour le gagner. J'ai simplement dit que vu l'argent qu'avait dépensé Al Ahly, c'est normal qu'ils soient favoris du championnat. Mais on va jouer notre chance à 100%. هو ما قالش الكلام ده. الكلام ده يعني تاخد بشكل مختلف او تقال بشكل مختلف. هو ما قالش الكلام ده خالص. هو كل اللي قاله انه الاهلي بالفلوس اللي معاه دلوقتي وبالفرقه اللي عملوها هو المرشح الاكبر ان هو ياخد الدوري او افريقيا. لو ما خدش الدوري او افريقيا تبقى حاجه سلبيه بكل الفلوس اللي اتصرفت السنه دي في فريق الاهلي. احنا الناحيه الثانيه عندنا يعني وقف قيد وما صرفناش اي حاجه. هو ده اللي كان بيقول ده. برضو ما يمنعناش ان احنا بننافس على كل ماتش وعلى كل بطوله للاخر. Je l'ai changé. Mais j'aurais. Non, j'ai parlé avec lui et puis je l'ai mis en numéro 10 pendant un moment parce qu'il y a aussi. Bien sûr qu'il y a ce carton jaune, mais on ne peut pas non plus être totalement pétrifié par rapport à ça. On a parlé ensemble sur le terrain et je lui ai demandé d'être vigilant, attentif. Il m'a dit, coach, t'inquiète pas, il y aura pas de soucis. Donc voilà. هو اتكلم معايا وهو قال لي مش لعيب صغير يعني هو مش هيخش في اي حاجه تستدعي ان هو ياخد كارت اصفر تاني. هو حصل كارت اصفر يعني جاله كارت اصفر بس ده مش هيخلينا نترعب ونطلع زيزو. عندنا لسه بقى تفاصيل مهمه وحوار في منتهى الاهميه مع كابتن طارق السيد نجم مصر ونجم نادي الزمالك بعد الفاصل. خليكم معانا في حوار هنتكلم فيه في كل التفاصيل الفنيه اللي تخص بطوله الدوري المصري وتخص كابتن طارق أشهر عراب في كرة القدم المصرية وأول من تنبأ بفوز نادي الزمالك ببطولة الدوري الموسم الماضي. البطولة ابتدت قال لي لما البطولة تبتدي تعالى نتكلم مع بعض. البطولة ابتدت تعالى نشوف الكابتن طارق السيد عنده إيه مخبيهولنا في بطولة الدوري السنة دي. خليكم معانا بعد الفاصل. وجدد الترحيب بحضراتكم مرة تانية في جمهور التالتة وضيف حضراتكم نجم مصر ونجم نادي الزمالك والصديق والأخ العزيز كابتن طارق السيد صاحب أشهر تنبؤ في الموسم الكروي الماضي. شرفنا النهاردة طبعا كابتن طارق مدير الفني لنادي الترسانة. كابتن طارق مساء الورد. مساء الفل أبو خليل. أخبارك إيه؟ والله زي الفل. طمنا عليك. خاسس. خاسس جداً. خاسس جدا يعني اصلا انت لوحدك من اللعيبه اللي بعد ما بطلت الكوره وانت خاسس ومدير فني دلوقتي واضح ان الموضوع في حرق سعرات حراريه عاليه. انا ضحكك النائب طارق السعيد من حوالي اسبوع وانا داخل النادي بيقول لي يا ابني انت رايح فين انت تختفي. ايوه بتخس جامد جدا سبحان الله. الموضوع يعني صعب والشغلانه بجد ابراهيم. ترجع تلعب بقى لا ترجع تلعب كرة تاني. يا ريت ينفع تاني. يا ريت ينفع. كان زمان دلوقتي الدنيا اختلفت. الغلة غير كتير احسن بكتير. كتمنس على رأي كابتن عبد الجليل مختلف. لا وفي كمان نقطة تاني. انت وانت بتلعب انت بتتحمل مسؤولية نفسك. طبعا. انما انت دلوقتي بتحمل مسؤولية نادي كامل.
وجمهور ولعيبه ويعني بتقوم ب 10 15 دور وانت لعيب كوره انت بتقوم بدور واحد بس انت بتشتغل بس على نفسك بتشتغل وعلى نفسك وبتساعد فرقتك يعني بتساعد نفسك صحيح. وفرقتك والمدير الفني انما المدير الفني ده الله يكون في عونه يعني سرعه الدنيا كلها انت كلها. متحمل واسرع واحد شال شنطته انا حطيتها معايا في العربيه شنطتك جاهزه على طول خلاص على طول صحيح. عندنا تفاصيل كتير بس تعالى نبتدي معاك من التقرير يلا ماشي يعد واحدا من المدربين الصاعدين بقوة بعدما بدأ سلم التدريب خطوة بخطوة حيث وضع اسمه ضمن المدربين الواعدين نظرا لاجتهاده وتفانيه في عمله بجانب الفكر والأسلوب الخاص به والذي دائما ما يظهر على الأندية التي يشرف عليها إنه طارق السيد نجم نادي الزمالك السابق والمدير الفني الحالي لفريق الترسانة الذي يلعب في دوري الدرجات الثانية ويعد طارق السيد أحد أبرز نجوم الزمالك على مدار تاريخه حيث استطاع أن يكتب تاريخا كبيرا داخل صفوف القلعة البيضاء في خلال 19 عاما قضاها داخل أروقة القلعة البيضاء والتي جعلته ضمن اللاعبين الأكثر تتويجا بالبطولات مع الفارس الأبيض بواقع 17 بطولة متنوعة وبعد اعتزال طارق السيد لكرة القدم بدأ في خوض غمار عالم التدريب حيث عمل مدربا مساعدا داخل نادي الزمالك مع أحمد حسام ميدو عام 2014 بجانب العمل كمدرب مساعد أيضا داخل النادي المصري البورسعيدي مع طارق يحيى فضلا عن تولي المنصب ذاته داخل نادي الاتحاد السكندري رفقة هاني رمزي عام 2017 وبعد فترة ارتدى طارق ثوب الرجل الأول حيث أشرف على تدريب المنيا بالإضافة إلى نادي النصر القاهري ويتواجد حاليا على رأس القيادة الفنية لفريق الترسانة وتعد مهام طارق السيد مع الترسانة هذا الموسم صعبة للغاية حيث يتواجد الفريق في مجموعة القاهرة والقناة والتي تشهد صراعا قويا من أجل تصدر المجموعة للصعود إلى الدوري الممتاز ويحتل فريق الترسانة المركز السابع في جدول ترتيب مجموعته بدور الدرجة الثانية برصيد 7 نقاط حيث جمعها من 5 مباريات حقق الفوز في مباريتين بينما تعادل في مباراة وخسر مباريتين وسجل لاعبه 5 أهداف واستقبلت شباكه 4 أهداف عن تجربته مع فريق الترسانة توقعاته لشكل المنافسة على الصعود للدور الممتاز ولماذا تعثر الفريق في بداية الموسم وما هي طموحاته مع الفريق رأيه في الدور الممتاز وتقييمه لأداء الزمالك بعد مواجهتي إمبي وطلاع الجيش وتوقع لمباراة القمة وهل سيتأثر الزمالك بعدم التعاقد مع صفقات جديدة كل هذا وأكثر يجيب عنه طارق السيد ضيف جمهور التلتة مع إبراهيم فايق طيب خلينا ابتدي معاك بنادي الترسانة والماتشات تأرجح بين النتائج الكويسة والنتائج غير الموفقة شايفها ازاي الفترة ديت بص هو في البداية ابراهيم عشان برضو الناس تبقى فاهمة وجمهور الترسانة جمهور كبير وجمهور محترم لازم يبقى فاهم نقطة مهمة جدا احنا ابتدينا الموسم بفترة اعداد كويسة جدا عملنا كمية عدد ماتشات كبير جدا حصلت بعض الاصابات في البداية ابو خليل اصابات مؤثرة جدا انا كنت استقر كان عندنا في من السنة اللي فاتت اسمه نانا حصلت له اصابة خطيرة جدا ويمكن تغيب بسببها يغيب سنة فاضطرينا ان احنا نعمل بعض التغييرات في الاخر ونعمل بعض الاضافات اللي هتعمل الفارق معانا في الفتره اللي جايه ضمنا محمد توبه مكان اللعيب الافريقي اللي كان موجود ضمنا احمد شكري ضمنا اسلام فؤاد ضمنا ده في اخر اسبوع يا ابراهيم قبل الدوري ضمنا اكتر من لعيب واسم كبير يعملوا الاضافه معاك انما ما لحقوش ان هم يخشوا معاك فتره اعداد ويشتغلوا معاك من البدايه دي عملت تأثير كبير جدا في معايا انا بالنسبه للمجموعه اللي انا هبتدي بيها الموسم زائد ان انت مش محظوظ بالمره على ملعبك مش محظوظ على ملعبك بالمره بس دي مش مبررات في الكوره ايه دي مش مبررات في الكوره مش مبررات ما بقولش مبرر لا انا بقول لك يعني تخيل ابراهيم الماتشين اللي انا لعبتهم على ملعبي الماتشين اللي انا لعبتهم بره ملعبي هم اللي كسبتهم انا كسبت السكه في السكه والنصر في النصر الماتشين الثلاث ماتشات اللي بعد كده انا بتقدم في ملعبي وببقى كسبان لحد الدقيقه 90 وبتعادل طب ده اسبابه ايه انا مش انا ما بقولكوا عبل في الملعب
لا سيبك من إيه؟ انا مش بقتنع بالكلام ده قوي يعني، ما بحطوش طيب في دماغي قوي. انما انا عشان كده بقول مش محظوظ يعني بجد على ملعبنا احنا مش محظوظين، لدرجه ان احنا حتى فكرنا انا والنائب طارق سعيد واتكلمنا مع بعض في الموضوع ده وحاولنا ان احنا نغير اللعب على ملعبنا، ان احنا نلعب بره ملعبنا ما دام ان النتائج بره الملعب بتبقى ايجابيه كلها. تشوفوا ملعب يعني تاني تلعبوا عليه يعني؟ نلعب على ملعب تاني، ايه المانع؟ تأجروا ملعب تاني يبقى ده ملعبكم يعني؟ اه يعني الراجل حتى هو بدأ يفكر معايا في الحته دي. ما دام الدرجه دي؟ اه ما دام ان انت مش موفق على ملعبك، ايه المانع؟ الناس بتدور يجي له موافقات امنيه يعرف يلعب ماتشات على ارضه. بص ابو خليل، الماتشين اللي انا خسرتهم على ملعبي بقول لك ببقى كسبان لحد الدقيقه 80 و85 و90 ببقى كسبان ومتقدم وانا وحش يعني والاداء بتاع الفرقه مش حلو وكسبان، وفي الاخر انت بيجي فيك جوان غريبه بشكل غريب في وقت في وقت صعب جدا ما بتلحقش حتى تلم نفسك فيه. فخدنا القرار احنا ورئيس النادي النائب طارق سعيد ان احنا نحاول نبص او نشوف المشكله. هتلعبوا فين طيب يعني؟ والله في فكر ان احنا نلعب في الكليه الحربيه، او في فكر تاني ممكن نلعب في الاستاد المقاولين يعني ما عندناش مشكله. احنا برضو مش فكره اي حاجه زي الفكر الناس اللي انت كده حاسس ان الملعب منحوس يعني ممكن تقول كده يعني، بس مش فكر بقى السيء اللي هو يقول لك ايه لا ده مش عارف ايه اعماله الكلام. انا مش بفكر في الموضوع ده ولا ما اصل الناس قالت كده اللي يقول انا مش موضوعي. بس انت بينك وبين نفسك يا ابو خليل لما تحس ان انت بتطلع بره تكسب وعلى ملعبك ما بتكسبش، ما عادي ما تكسر بقى سوء التوفيق ده واكسب بقى جوه ملعبك والدنيا تحلم. الماتش اللي يعني مثلا اخر ماتش لعبته على ملعبي كان بنها انت كسبان لحد الدقيقه 80 85 خلاص طب ما ندور بقى على الاخطاء الدفاعيه ومضيع عدلنا كل ماتش بنعدل بنحاول نشوف الاخطاء وبنشتغل عليها كوره بنشتغل انما بتادي بره كويس قوي. ماتشك الجاي امتى؟ يوم الجمعه الجاي. فين؟ في بور فؤاد. يا خبر ابيض. اه والملعب اللي على ارضك هيبقى امتى؟ الماتش اللي بعديه وادي دجله ان شاء الله الاسبوع الجمعه اللي بعديه. ماتش قوي قوي. انت ماتشاتك في بص مجموعه القاهره ابو خليل مجموعه صعبه جدا فيها حوالي بتاع 9 فرق تنافس. تلعبوا بقى ايه الصبح ولا في الساعه 2:30؟ الساعه 2:30 مفيش اضاءه؟ لا مفيش اضاءه. مع ان نادي الترسانه ممكن تلعب عليه على اضاءه عادي لو انت عايز لان في اضاءه في نادي الترسانه واضاءه قويه واضاءه كويسه جدا جدا. انما احنا بنحاول يعني ايه ممكن تبقى نفسيا اللعيبه مش مرتاحه في اللعب في الملعب ممكن بيتضغطوا وعلى الرغم ان احنا بنشيل عنهم كل الضغوط يعني انا وصلت لمرحله ان انا عشان اشيل عنك الضغط كمدافع او كلاعب نص ملعب قلت لهم مره اللي عايز يمسك الكره جوه ال 18 بتاعنا ويرقص فيها رقص ما تخافش العب براحتك ما تقلقش ضيع برده ما فيش مشكله يعني بحاول ان انا ارفع الضغوط عنك باي شكل بس في الاخر انت بتوصل لمرحله ال 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 ان انت لازم تكسر الحظ ده. بتكسره ازاي؟ يعني مش طبيعي برضو ان انت تكسب بره ملعبك وملعبك ما تكسبش، مش طبيعي، على الرغم ان احنا ملعبنا ملعب مميز، يعني ملعب حلو، استاد محترم واستاد كبير واللعيبه بتتمرن عليه ومتعوده عليه بشكل كبير جدا. بس في عدم تفاؤل بالتواجد جوه الملعب ده. طيب، بغض النظر عن الجزئيه ديت، شايف مدى ثقة مجلس الإدارة في الكابتن طارق السيد لحد إيه؟ طب هموتك من الضحك بمناسبة الكلام إن الناس برضو قعدت ترغي كتير قوي الأسبوع اللي فات ده وطارق السيد إقالة طارق السيد ورحيل طارق السيد. أنا قاعد أنا والنائب طارق السعيد في الأوضة عندي بعد ماتش بنها وفوجئنا إحنا الاتنين بأخبار متناثرة في كل أنا قريت خبر ده إقالة الكابتن طارق السيد. كلام مش موجود. بقول لك أنا قاعد أنا ورئيس النادي في الأوضة احنا قاعدين مع بعض وبنتكلم طب ايه المشكله طب ايه اللي بيحصل ليه الولاد مش في حالتهم ليه بيضيعوا يعني ماتش بنها ده احنا مضيعين بتاع 6-7 فرص للشبكه انت والشبكه. طب قال لي طب انت هتعمل ايه تاني يعني الراجل بيقول لي انت وصلت كتير قوي. هو فاهم ان دور المدير الفني فاهم كويس ان دور المدير الفني وصلك لحد ال لا والراجل فاهم كوره كويس لحد ال 18 فرص انا بوصلك وبتصنع فرص فدي كده بقى مشكله عند اللعيبه. والراجل فاهم كوره كويس وشايف شغل وشايف فيه اداء وشايف في لعيبه كويسه وامكانيات كويسه انت عندك فرقه تصعد. بس هي الفكره في ايه يا ابو خليل برضو عشان الناس تبقى مرتاحه الدوري ده دوري النفس الطويل ازاي تقدر في البدايه تجمع زائد ان انت يعني هقول لك على مثال حلو يا ابو خليل السنه اللي فاتت انا مسكت النصر. انت زد دلوقتي ولا ماشي اول صح؟ اه
السنه اللي فاتت انا مسكت النصر في 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 اخر 9 ماتشات عملت معاهم شغل كويس يعني. ماشي. في اخر 9 ماتشات دول النصر كان في الترتيب ال 12 في الجدول. انت نهيت فرق معاك ماتش واحد, ماتش السكه الحديد على ملعبي اتغلبنا فيه 2-1. الماتش ده لو كنت كسبته كانت نسبه المنافسه على الصعود بالنسبه لنادي النصر او تواجده في الدوري الممتاز تعدي 90%. ايوه. فانت في 9 ماتشات بس. فالاستعجال, مجرد الاستعجال او الناس بتستعجل الراجل ان هو ياخد قرار ممكن يضر بالنادي كله غلط جدا. يعني انا فكره ان تغيير المدرب بعد 4 ماتشات في اي فرقه مش طارق السيد بس, انت خد القرار اللي انت عايزه والراجل مش في دماغه الكلام ده, بس لازم الناس تهدى على الراجل شويه تسيبه. انت جايب تجربه شايفها ممكن بالنسبه لك هتحقق نجاح كويس بس مش الراجل ياخد وقته. انت لسه دلوقتي بتقول كلمه حلوه قوي, بتقول ان كابتن مجدي عبد العاطي بعد تاني ماتش اصبروا على التجربه, سيبوا الراجل يشتغل على الاقل خالص لحد الدور الاولاني. ايوه. مش ده منطقي؟ أيوة. ولا نستعجل بعد 4 ماتشات ولا 5 ماتشات ونضرب كرسي في الكلوب للفرقه ويجي مدرب يقول لك مش انا اللي جايب اللعيبه, مش انا اللي عامل. أيوة. مش انا اللي مسوي حاجات كتير جدا. فسيبوا الناس تاخد يعني ايه, تاخد نفسها. خاصه في الدوري ده, لان مفيش فيه فرقه في الدوري ده يا ابو خليل هتمشي كويس طول الوقت. أيوة. هيبقى فيه تقلبات وكل الفرقه هتمشي كده. انت تخيل مثلا ان زد كسبان اول 4 ماتشات وراح يتعادل مثلا مع بلبيس في بلبيس, هتلاقي النتائج كل اسبوع بتتغير يعني. صحيح. يعني فرقه تبقى فوق وهتلاقي فرقه تاني بعد كده بقى هي اللي تحت, الامور هتبقى متغيره. بص ترسانه معاك وعايزين ترسانه تصعد. والله ان شاء الله هنصعد. شد حيلك. والله هنصعد. عرفنا ترسانه ان شاء الله هنصعد. عرفنا ترسناوي. انا عارف. وان اراد ربنا ان شاء الله باذن الله ماتش دجله ده ممكن شرفنا. يا ريت يبقى وشك حلو علينا ان شاء الله. لا ما تحسبهاش كده, انت غير تيجي تقول وشك حلو. تنورني تنورني. انا اجي اتفرج وخلاص, تكسب ما تكسبش انا ماليش دعوه بالقصه دي عشان ده نبقى متفقين. وحشني ملعب الترسانه, وحشني ملعب, وحشني النادي جدا. ان شاء الله باذن الله ابقى اجي لك. طيب كابتن طارق, خليني اخدك بقى للزمالك والدوري المصري. الاول بس مباراه القمه شايفها ازاي وشامم ريحه ايه في مباراه القمه؟ بص ابو خليل, اداء نادي الزمالك ولاعيبه نادي الزمالك يطمن قوي. يطمن قوي. طول ما هم في حالتهم الطبيعيه وبيأدوا بالشكل اللي هم بيأدوا بيه ده, لا صعب اي فرقه تكسب الزمالك, اي فرقه حتى الاهلي. حتى الاهلي صعب يكسب الزمالك جدا في مباراه القمه اللي جايه طول ما هم شغالين بالشكل اللي هم شغالين. الماتش اللي جاي الاهلي والزمالك, ما انا بقول لك اهو, طول ما نادي الزمالك بالاسلوب اللي بيلعب بيه دلوقتي شامم مكسب للزمالك في ماتش القمه بشكل كبير. طول ما كام النهارده في روح, في صوره كده وفي لقطه في ماتش الزمالك لفتت نظري جدا. زيزو خارج مثلا في الدقيقه 85, اول كوره ونجم مسكها وزيزو قاعد بره, جت اللقطه على زيزو بيحيي ونجم بشكل غير طبيعي. يلا شد حيلك. في روح غريبه في نادي الزمالك, روح كويسه تديك مؤشر هي دي روح البطوله. الزمالك يكسب الاهلي انت قلت بنسبه كام؟ لا لو مش بنسبه كام, هي مش موضوع نسبه. انت قلت يعني طول ما الزمالك شغال بالشكل اللي هو شغال بيه. ماشي, ما احنا شغال, هو شغال الماتش الجاي الاهلي. ايوه. انت بتقول لي يكسب اي حد, فانا بقول لك يكسب الاهلي. يكسب الاهلي. يكسب الاهلي. طبعا. بنسبه كام الماتش اللي جاي ده؟ دي نسبه مئويه. بنسبه كبيره جدا. كام؟ 90 150 70 80؟ لا اصل هو الماتش دلوقتي حاليا 50-50, انما تقول ايه؟ تقول الزمالك افضل, الزمالك احسن, الزمالك الاقرب للفوز بنسبه 60-70%. ما عنديش مشكله 60-70%. شامم ريحه بطوله الدوري السنه دي؟ انا شامم ريحه حاجات كتير. طب يلا ادينا. ارجعوا لنا يا شباب, ارجعوا لنا. بص يا ابو خليل, انا احساسي الداخلي الروح اللي موجود فيها لعيبه نادي الزمالك دلوقتي تخليك تحصل على عدد كبير من البطولات اللي انت بتلعب فيها. في روح. انت شامم اكتر من بطوله تقصد؟ طبيعي جدا بالشكل اللي شغال بيه نادي الزمالك. تقصد كده؟ طبعا. يعني حاجات كتيره دي تقصد بطولات كتير. طبعا. طيب. في روح كبيره جدا في لعيبه نادي الزمالك دلوقتي تديك الثقه ان انت تتكلم براحتك وتقول. ليه؟ الاداء شكله حلو. الروح شكلها حلو, شكلها حلو. التعامل اللعيبه بينهم ومن بعضهم نفسه يطمنك. انت قلت لي اول لما الدوري ما يبتدي اقول لك انا شامم ايه, فانت دلوقتي بتقول لي شامم ريحه بطولات كتير. دوري للزمالك. دوري شامم ريحه بطوله الدوري. خلينا نقول يا ابو خليل ايه, عشان برضو بس اصل الكلمه بتتحسب عليا وانت عارف,
وانا مش عايز اتشتم. وانت بقيت فارس اول دلوقتي انا مش عايز اتقلش منك وانا مش عايز لو قلشت منك برضو زي ما الناس جابت الفيديوهات بدري زي ما الناس ما جابت لك الفيديوهات وطلعتها لما الزمالك كسب طلعها لك لو ما حصلش ده حصل العكس. لا تقدر تقول ايه يعني انا مطمن لفرقه الزمالك يعني فرقه الزمالك تطمن لها بشكل كبير جدا ان هم رايحين لحته بعيده ده يخليك اديني عنوان شامم انت قلت شامم اكتر من بطوله للزمالك صح كده عايز تاخد مني اي حاجه عايز اخد عنوان عنوان فشامم بطوله الدوري ده السؤال اه او لا حط ايدك على مناخيرك بقى وقول طيب الزمالك ان شاء الله هياخد افريقيا السنه دي اوكي ده احساسي الداخلي احساس يعني وديتني انت بقى هي دي البطوله اللي انت شايفها الزمالك عربي احساسي الداخلي مش هقول لك انا شامم ريحتها لا انا حاسس من جوايا ان الزمالك رايح ناحيه افريقيا رايح ناحيه افريقيا المؤشرات اللي خلتك تقول كده هو اداء اللعيبه اداء اللعيبه وشكل الفرقه وشكل الفرقه مع كارتيرون وزياده يعني انا شايف مثلا ان واحد من الناس اشرف بن شرقي لما يخش فورمه مستوى زيزو الرائع على الرغم ان الناس حتى بتجيبش سيره طارق السيد في زيزو خالص ولا بتتكلم عليه ما لا ما انا بقول لك يعني انا حتى في نادي الزمالك من دلوقتي ما بي ما بي ما بيفكروش ان حتى حد يقول لي شكرا ليه ما شكرا دي بتاخدها من الجمهور جمهور الزمالك وانا بشكر جمهور الزمالك على بس خلاص دي انا بصراحه جمهور الزمالك استناش شكرا يكفيني غير من يكفيني ان جمهور الزمالك عارف ان طارق السيد هو اللي جاب زيزو الزمالك ماشي لما حتى لما رشحت لهم لعيب يا ابو خليل وقلت لهم روحوا خدوا ده اللعيب دلوقتي اتنقل لنادي الشرقية للدخان وانا بقول لك من دلوقتي الولد ده الفتره الجايه هيروح منتخب اولمبي وهيروح منتخب اول قريب جدا جدا وهيبقى من نجوم الكره المصريه في الفتره اللي جايه هيبقى من نجوم كره القدم المصريه زيزو لا ده زيزو بقى نجم خلاص لا انا لما رشحت لعيب لنادي الزمالك وقلت لهم خدوا ده مكان ساسي واسمعوا كلامي فيه اللي هو محمد نصر مودي محمد نصر ما خدوش لحد دلوقتي راح الشرقية للدخان ب 2.5 مليون جنيه راح ايسترن كومباني ولعب الماتش الاولاني وكان من نجوم المباراه واتفرج عليه الفتره الجايه ابو خليل وتابعه كويس عشان تعرف كلام طارق السيد انا بزعل لما بقول لهم على لعيب ما بيسمعوش الكلام ليه لان الولد ده والناس اللي انا بقول لهم عليه انا ما بتكلمش وخلاص يعني ما بقولش على اسمه لعيبه وخلاص اتفرج على الولد ده في الشرقية للدخان دلوقتي وشوفوا مستواه صحيح يبقى العنوان بتاعنا بتاع حلقه النهارده عشان نبقى نفتكرها كابتن طارق السيد حاسس ان الزمالك هيكسب بطوله افريقيا السنه دي ده إن شاء الله. عنوان حلقه النهارده افتكروها بقى دي واحد احنا في 1/11 بس انا مستوى مستوى اشرف بن شرقي لازم يزيد شويه عشان تبقى الاركان كلها مكتمله لان انا زعلان من اشرف زعلان منه ليه مش عارف يعني انا حاسس ان هو مش مركز مش فايق مش اشرف بن شرقي اللي ضيع فرصه زي اللي ضيعها النهارده في ماتش الجيش ضيع فرصه واحده في ماتش الذهاب وماتش العوده بس سجل برضو بس لسه اشرف مش اشرف بن شرقي ما تفتكر موضوع التجديد ده مأثر عليه جدا ولازم نخلص النادي يخلص منه بالتجديد ولا يخلص من الموضوع ولا يخلص من اشرف منه يعني. بالتجديد اشرف لعيب مهم جدا ولازم النادي يستعمل لازم يخلص الموضوع يخلص الموضوع لا مش يخلص من اشرف يمشيه يخلص منه لا يخلص بالتجديد يعني اصل في حاجات يا ابو خليل الناس ما تختلفش عليها في كلاعيبه كوره يعني حد يقول ان اشرف بن شرقي النادي سهل ان هو يسيبه لا ما اصل كلام صعب جدا لعيب مهم جدا يعني انا كنت اتمنى برضو من بدري كان موضوع فرجاني يخلص ما خلصش فرجاني ما كررش نفس الكره حتى لو هو طالب شروط صعبة شوية في حاجات بس في لعيبة ما ينفعش التفريط فيها ايوه بس واحد كان حاطط شرط جزائي برضه يقول لك انا وقت ما احب امشي امشي برضه ما دي برضه صعبة برضه يا كابتن طارق يعني تتفاوض معاه ومين بتفاوض معاه ويعرف يجيبه ما هما بيتفاوضوا معاه دلوقتي بس مين اللي يعرف يجيبه مين اللي يعرف يخلص معاه مين اللي يعرف ينهي الموضوع يا ابو خليل عاجبك الزمالك مع كارتيرون 25 مباراة بلا هزيمة حتى جدا الآن. جدا جدا بصراحة المستوى بيزيد من ماتش لماتش وفي لعيبة نضجت بشكل كبير جدا يعني لما تيجي تتفرج على زيزو تيجي تتفرج على فتوح تيجي تتفرج على الونش محمود علاء بدأ يرجع لفورمته طارق حامد ولا أروع من الأداء الفترة الأخيرة مصطفى فتحي بدأ أو هيخش والراجل بدأ النهارده حلو النهارده كان حلو عمر السعيد بسم الله ما شاء الله عليه مع
كمان الراجل عامل حاجه حلوه قوي. يعني الماتش اللي فات بدا بالجزيري وغير عمر السعيد نزل جاب جون، النهارده بدا بعمر السعيد جاب جون خدم بالجزيري وغير بالجزيري. عندك بقى بيدخل الناس فورمه وبيدي فرص للناس ما عندوش اللي هو ايه لا فلان بس اللي بيلعب او لا بيدخل الناس كلها، فدي بتديك بتوسع تحت رجلك السجاده شويه. القماشه بتاعت الزمالك اصلا كبيره ولا شايفها قليله؟ لا كبيره طبعا كبيره. انا مش قلقان من موضوع القد ده، حتى الموجودين دلوقتي يقدروا يعملوا الفرق مع نادي الزمالك. كان معايا كابتن الفرقه شيكابالا في مداخله، فعجبني جدا ان هو وهو بيتكلم في وسط كلام، حتى يمكن انا ما سالتوش، فايته بيقول احنا القوام اللي عندنا قوام كبير وقوام قوي، والاضافات والتدعيمات اللي جت بغض النظر عن مساله القيد. فسالت له طب ما هو القيد مقفول، قال لا ما هو اللعيبه اللي جت دي اضافات طبعا. نجم اضافه، مصطفى فتحي اضافه، سيسي سيسي اضافه، وان كان لسه سيسي طبعا بس سيسي لما يرجع هيضيف بشكل كبير جدا جدا مع التيم اصلا اللي هو محقق بطوله الدوري، مع انه امام عاشور يدوس على نفسه حتتين ثلاثه عشان يبقى امام لعيب جامد، فيقدر ان هو يكمل ويدوس كمان في المركز ده. لازم حد يدبدب ورا امام شويه. يعني ايه دبدب؟ من اللعيبه اللي موجوده يعني يوجهه تقصد يعني؟ لا طول ما في منافسه في مركز لعيب يدبدب وراه يحسسه ان هو المركز ده مش مضمون مش بتاعك. اوكي راح. تمام ماشي لا فهم. انا موجود، يبقى في صراع، في منافسه على المركز. هي دي انت النهارده بتعمل صراع بين الجزيري وعمر السعيد، ده مصلحه الفرق، صراع تنافسي، هو صراع ده. تنافسي هو ده. فلازم حد من اللعيبه اللي مش بتلعب اساسيين دلوقتي في نادي الزمالك في حته امام عاشور لعيب الكوره بيريح لما ما يلاقيش حد في ظهره، ده 100% بيريح، ده 100% 100% لازم حد كده ما يحسسك بالقلق. طول ما انت قلقان تمرن جامد، تدوس على نفسك جامد، فما تريحش. هو ده وده هيفرق جدا مع امام عاشور، لان امام لعيب مميز جدا ولعيب كبير ولعيب كويس قوي، ولو هو حس بالقلق على مكانه ده هيدبدب. طب هو مين اللي هيدبدب؟ ما هو دي الفرقه موجوده، عندك اشرف رؤى، عندك محمود عبد العزيز، عندك اكتر من حد. انت ممكن توظف اوباما في الحته دي، توظف عزيزو في الحته دي، لان انت عندك دلوقتي كمان قدام مصطفى فتحي ممكن يلعب حته اليمين دي ويبقى فيها متالق جدا جدا جدا. بس موجود فيها زيزو. طب ايه المانع ان بس تيجي تفكر فيها يا ابو خليل؟ اصل هي برضه المدير الفني عنده حسابات. زيزو طول ما هو قريب من الجون بقى مميز قوي في الحته التهديفيه. أيوه. فانت مش عايز تبعده في الكورسات وفي الكورسات الله ينور. فانت مش عايز تبعده وفي نفس الوقت عندك لعيب مميز جدا لو مصطفى فتحي فاق، وبقى مصطفى فتحي اللي هو لعب بس مصطفى نجاحاته كانت اكتر مع كابتن احمد سامي، وهو في سموحه كانت نجاحاته اكتر في الحته بتاعه الاسترايكر المهاجم الثاني. عشان كده بقول لك ايه، انت ازاي تقدر تخلق منافسه في مكان يديك التفوق بتاع الفرقه او بتاع التيم، اللي هو انت ايه ما عندكش مكان محجوز لها. هو ده ما عندكش مكان محجوز هو لها. ده صحيح. انا بتعب عشان كده بيعجبني ليه طارق حامد الوحيد اللي بيتحط عليه بقيه الفرقه، وعمره ما حسس اي حد ان هو يعني ان ده مكانه لوحده، انه ده مكانه لوحده بيلعب إيه؟ اكن في ناس بتصارعوا على المركز ده وبتنافسوا على عشان كده اللعيب عنده مسؤوليته الشخصيه، يعني هو متحمل مسؤوليته. هذه عقليه لعيب عشان كده تقول ايه يعني في ناس ما هو محمد صلاح بينافس نفسه نفسه مثلا صحيح. على المستوى العالمي كريستيانو رونالدو بينافس نفسه ميسي كان بينافس نفسه صحيح. فانت ازاي تخلق لنفسك انت مراحل تنافسيه لنفسك؟ طب مش موجوده جواك الحته دي لا اخلي حد بقى يدبدب وراك. صحيح. طب ده كلام مهم جدا. احنا لسه مكملين مع حضراتكم مع كابتن طارق السيد حوارنا الممتع اللي دايما فيه صراحه كبيره جدا جدا. بعد الفاصل خليكم معانا. طيب خليني اسالك على عمر السعيد، شايف ان هو مهاجم نادي الزمالك اللي المفروض يكمل ويستمر، ولا الطريقه اللي شغال بيها الراجل دي هي الطريقه الافضل؟ اللي يغلب ويلعبه عمر يبقى رجليه في الملعب، وبرده سيف الجزيري يبقى رجليه في الملعب. لا لازم يجهز كل الناس، يجهز كل الناس. انما عمر راجع نادي الزمالك بعد الاعاره بتاعت الجونه بشكل مختلف، بيأدي بروح عاليه جدا، عنده
عنده حافز كبير جدا، عنده شراهه تهديفيه، اتعلم الدرس زي ما عايزين نقول ايه، اتعلم الدرس اللي هو حصل معاه قبل كده، ان انا كنت موجود داخل نادي الزمالك ومشيت واللعب بره الزمالك صعب. لا مش صعب بس انت 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 في مكان مصر كلها بتشوفك ومصر كلها بتتفرج عليك، وفي مكان انت انت الناس بتحسدك عليه، فانت فانت عودتك مره ثانيه لا تخليك تفكر 100 مره وانت بتأدي وانت بتشتغل وانت لا لازم تقاتل على المكان بشكل كبير جدا عشان ما ينفعش تمشي من مكان تاني. الناس مش واخده بالها انه الكرة الحلوه دي اتعملت من طارق حامد، والاستلامه العظيمه بتاعت زيزو بالجول بتاع عمر السعيد جول حلو قوي، جول حلو قوي من الجوال الحلوه يعني. حركات زيزو بقت حركات الولد تطور بشكل كبير جدا، تطور وبقى يعني عنده الحته اللي قدام ال 18 دي بقت مميزه جدا. خد بالك انت لما تيجي تبص هتلاقي ان زيزو الزمالك جاب 4 اجوان زيزو مشترك فيهم، 2 اسيست و2 جونين، ده حقيقي. طيب في ضوء ما سبق، ماذا عن لقاء القمه وكيف يجهز كارتيرون نفسه لبيتسو موسيماني؟ وبيتسو موسيماني مدير فني معرفش هتوافقني الراي ولا لا، بتاع ماتشات كبيره بيركز قوي في الماتشات الكبيره، وكارتيرون نفس القصه بركز قوي في الماتشات الكبيره. الزمالك كتاب مفتوح بالنسبه لماتش في ماتش القمه. الاثنين كتب. لا والله لا ليه؟ بيتسو موسيماني عنده تغييرات في التشكيل كل وقت ما بين 4 3 3 و 4 2 3 1. الله ينور عليك. زائد حتى في الاسماء يعني هو الماتش اللي فات بيتسو موسيماني لما غير الطريقه فاجئ ناس كتير جدا بتغيير طريقه اللعب وبالتشكيل نفسه. الماتش النهارده ما عملش الشكل اللي اتعمل الماتش اللي فات. مظبوط. بدا يغير. محمد شريف لعبه النهارده وتهديفه هتخلي بيتسو موسيماني يفكر 100 مره قبل ما يقعدوا الماتش الجاي. هل هيبتدي بيه ولا هيبتدي ب ب ب ب بيرسيتاو ولا هيبتدي ب ب ب باسمه الثاني الافريقي الثاني اللي هو ميكيسوني. عنده تغييرات كتير في تشكيله. هتلاقيه بيلعب في التشكيل كتير، انما بيتسو موسيماني قصدي كالتيرون مختلف. معروف معروف مين هنا مين هنا، يبقى تغييره واحده بس في الجيم، اوباما يبدا ولا مين اللي هيبدا 10 من الشكل اللي موجود مع نادي الزمالك. مفيش لعب في التشكيل كتير. المسلوسي حاجز مكانه بسبب غياب حازم، فتوح بنسبه كبيره، حتى التفكير في عبد الشافي ما عندكش مشكله، الاثنين مستواهم عالي والاثنين ما عندهمش مشكله ان هم تبتدي بيهم. واعتقد ان الاقرب في البدايه فتوح، علاء يعني تشكيل الزمالك واضح بالنسبه حتى الجمهور الزمالك، هيبقى لعب في مركز 10، مصطفى فتحي اللي يكمل ولا يوسف وما هيرجع من الاصابه وهيخش، هي تغيير واحد. انما بيتسو موسيماني لا عنده تغييرات كتير، فده بيديك مؤشر مدى استقرار هنا والاختلاف في وجهات النظر ما بين مين اللي يبدا ومين اللي ما يبداش في النادي الاهلي. ايهما بيبقى افضل، ان انت تبقى الورق عندك متلخبط بس انت عارف انت عايز تعمل ايه، ولا انك تبقى منظم اكتر في مجموعه الاوراق اللي انت بتستخدمها؟ لا التنظيم طبعا. انت لما تبقى انت عارف انت عايز تعمل ايه من قبل الماتش باسبوعين اوريدي، انت اوراقك واضحه بالنسبه لك، لا ما عندكش مشكله. وهل بيتسو موسيماني مش منظم؟ عنده تغيير كتير يا ابو خليل. عنده، انا مش بجزم ان الزمالك رايح الماتش خلصان، لا القصه ان انت لو انت مش محدد ومش عارف انت هتبدا ازاي وهتعمل ايه دي مشكله. انت النهارده مغير طريقه اللعب بالنسبه للنادي الاهلي في ماتشهم مرتين في الجيم او 3 مرات، ما ده مش كويس. مرتين هي كان ابتدى 4 3 3 وبعدين غير 4 2 3 1، مش كويس. مش كويس. انت اصلا 4 3 3 ما حققتش الشكل اللي انت عايزه فيه النهارده، خاصه كمان ان الكابتن ايهاب جلال كابتن خالد ايهاب جلال كابتن خالد جلال كان مقفل لك الشكل اللي انت بتلعب بيه، وحتى هو غير كابتن خالد غير طريقه لعبه عشان خاطر يلعب على الشكل اللي انت بتلعب بيه. شكل النادي الاهلي بعد ما عمل التغييرتين وطريقه اللعب كان افضل بكتير. هل هيبتدي بدي ولا يرجع 4 2 3 1؟ طب انت شايف ايه افضل للاهلي ايه 4 2 3 1؟ انا عايزه اتلخبط. انت عايزه اتلخبط.
اذا كان عليك يا زملكاوي عايز يتلخبط. بس بنتكلم لو انت من وجهه نظر يعني محايده تحليليه يعني 4-2-3-1 افضل له بالنسبه له، لان الشكل ده انت بتلعب بيه فتره كبيره جدا. ما تجيش في يوم وليله، لان انت كمان حتى النهارده الماتش اللي فات لما كنت غيرت 3-4-3 لانه نزل حمدي فتحي ما بين الاثنين السرد باكات، ويعتبر لعب سرد باك ثالث وبدا يكمل في نص الملعب، وكان بيزيد في الحته بتاعت نص الملعب. عارف انت ابو خليل ايه الاختلاف؟ الاختلاف والتغيير اماكن اللعيبه كتير حتى بيلخبط اللعيب نفسه. لازم تبقى انت ما بتلعبش في الحته دي كتير بشكل كبير. انت ممكن تغير في الاشخاص مش في المراكز. ازاي في الاشخاص؟ يعني مثلا عندي 4 سردباكات اغير فيهم لو هلعب ب2 سردباكات، انما ما رجعش مثلا ديفندر يلعب سردباك، ما رجعش باك رايت يلعب سردباك. عارف انت ايه يعني؟ حمدي فتحي افضل بكتير جدا في نص الملعب، بيبوظ للفرقه الثانيه لعبها، وبيصلح مشاكل كتير جدا في نص الملعب بتاع النادي الاهلي. لما انت بتحوله وبتغيره من مكان وبتحطه في مكان تاني، لا صعب. عشان كده لما تشوف النهارده حمدي فتحي ابو خليل لما نزل نص الملعب، نص ملعب النادي الاهلي تقل واختلف وراح وجاب جول. انما هتغير مكانه وهتلعب ومره تلعب لي قفشه ناحيه اليمين ومره تلعبه ناحيه الشمال، لا في التغييرات دي كتير جدا، صعب جدا في اسم زي اسم النادي الاهلي. طيب في ضوء الصفقات الجديده اللي عملها النادي الاهلي، ايه رايك في بيرستاو؟ ايه رايك في احمد عبد القادر عودته مره اخرى؟ ايه رايك في ميكيسوني؟ بص بيرستاو، بس هتقولي بموضوعيه بقى ملهاش علاقه بوجهه نظرك. بيرستاو لعب كويس، لعب كويس جدا وعبر عن نفسه في اول ماتش. النهارده ما كانش في حالته الطبيعيه، انما هو واضح ان هو خامه كويسه جدا وهتفرق مع النادي الاهلي بشكل كبير جدا. عبد القادر لعيب مميز جدا جدا جدا، لعيب حريف، لعيب كوره، ولعيب عنده ثقه في نفسه غير طبيعيه. ممكن يعمل الفارق مع النادي الاهلي، محتاج ان هو ياخد من البدايه عشان يعبر عن نفسه اكتر، لانه هيعمل الفارق مع النادي الاهلي الفتره الجايه بشكل كبير. ميكيسوني مهاري قوي، بس ستايله ممكن ما يليقش مع النادي الاهلي قوي، مش حاسه قوي يعني، مش يعني لا. لما تيجي تبص مثلا ميكيسوني ولا عمار حمدي في الحته دي، لان عمار حمدي ينفع يلعب في الحته بتاعت ميكيسوني، لا عمار افضل بكتير جدا جدا. ادي الثقه بتاعت اللي انت مديها لميكيسوني ده لعمار حمدي، لا يوديك لحته بعيده جدا. لاحمد عبد القادر يوديك حته بعيده جدا يعني. انما بيرستاو ده لاعب كويس جدا، لاعب كويس واضافه كبيره. احمد عبد القادر لاعب اضافه كبيره. وجود عمار حمدي في النادي الاهلي وعودته تاني عوده مهمه جدا جدا بالنسبه للنادي الاهلي. لا في النادي الاهلي عمل صفقات كويسه السنه دي. لو انت بتفكر ان الاهلي ده يكسب مباراته قدام الزمالك، لو انت بتدرب النادي الاهلي، مش هفكر في كده خالص. جدلا يا سيدي تلعب بمين راس حربه؟ تلعب بشريف ولا بيرستاو وتخلي تلعب بشريف ولا بيرستاو وتخلي واحد منهم جناح، او تخلي منهم واحد على الدكه، تعمل ايه؟ بص انا شايف ان الشريف بيتظلم في النادي الاهلي. شريف بيتظلم؟ انت جايب لعيب افريقي عايز تلعبه كموسيماني، وعندك هداف الدوري السنه اللي فاتت. طب يعني ايه عايز تقول لنا ايه؟ لا شريف من اميز الفراوده اللي موجوده في مصر، خلينا نتفق. كان هداف الدوري السنه اللي فاتت وعامل لك وشالك كتير جدا. حتى لما جبت اللعيب الافريقي اللي هو كان بيلعب في الجونه اللي مشي السنه دي، ليه قلت انه شريف مظلوم؟ مع ان انت لما كنت بكلمك على عمر السعيد وسيف الجزيري، عجبتك فكره كارتيرون انه غير ده وغير ده ولعب بالاثنين. هقول لك انا ليه ما قلتش انه الجزيري اتظلم عشان ادى اداء كويس وجاب اجوال الفتره اللي فاتت، والراجل قعده ولعب بعمر؟ ما انا كنت جاي لك، ليه كلت بميكالين؟ انا كنت جاي لك في دي. لما جابوا بواليا السنه اللي فاتت النادي الاهلي، كان شريف راكب اما ركب بواليا شويه لحد اما وقع، ورجع شريف هو اللي شال الليله تاني. انت جبت وخد هداف الدوري، انت جبت بيرستاو السنه دي وشريف كان شغال وماشي كويس جدا وهداف دوري،
طبعا عزيري برضو شغال وهداف وجاب جوال وقعد ولعب عمر جاب جوال ورجع عمر جزيري. اقصد ان انت هنا اثنيت قوي على دور المدير الفني انه على الاثنين بتوعه وما اثنتش على 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 بيتسو موسيماني. شوف فرحه شريف ما تستناني بس عشان اخد وجهه نظرك كامله وما اثنتش على بيتسو موسيماني اللي استخدم بيرسي تاو وجاب بجوال وبرضه استفاد بنارده شريف وجاب بجوال فبرضه بقى عنده الاثنين جاهزين. هي نفس الموضوع لا مش هي ليه لان حتى كالترون لما بدا الموسم ما بداش بعمر السعيد بدا بسيف الجزيري وادى فرصه لعمر السعيد في الشوط الثاني نزل جاب جول كان كويس جدا ماشي جه النهارده بدا بعمر السعيد راح مقعد سيف وبدا بدا بعمر السعيد وبرده ادى لسيف الجزيري ماشي بس عمر السعيد ختم كويس قوي مع كابتن طارق الاثنين استفادوا ما الاثنين لعبوا طيب والاثنين سجلوا طيب وهنا برده الاثنين استفادوا والاثنين لعبوا والاثنين سجلوا بس انت بتتكلم عن هداف الدوري السنه اللي فاتت ماشي هداف الدوري وماشي كويس قوي معاك وشالك كتير قوي السنه اللي فاتت ما جيش السنه دي ابتدي بلعيب غيره يعني ابتدي مجرد البدايه بلعيب غيره كان سؤالي عن التفضيل ما بين مين يلعب جناح ومين يلعب راس حربه شريف فرود وبيرسي تاو يلعب جناح اصلا جناح خد بالك ممكن لانه بيرسي تاو اصلا جاي النادي الاهلي جناح ممكن عارف انت لو عندك نفس الفرق او نفس الخامه في التحركات بتاعه عمر السعيد والجزيري انا ممكن العب الاثنين اودي الاثنين بيرسي تاو ينفع يلعب بها جناح شريف ممكن يلعب جناح وشريف اصله جناح ماشي انما دي موجوده هنا انما مش موجوده في نادي الزمالك عشان كده بقول لك ايه نادي الزمالك الروتيشن او التغيير ما بين الاثنين واعطاء الفرصه للاثنين والاستمراريه بتاع الاثنين مفيده جدا لنادي الزمالك انما مش مفيده بالنسبه للنادي الاهلي لان انت ما ابتديتش بشريف الموسم ما ابتديتش بيه في بدايه الموسم وجبت واحد من بعيد قوي حطيته وركبته على شريف لماتشين ورا بعض انت ابتديت ببيرسي تاو الماتش الاولاني بتاع الاسماعيلي وابتديت النهارده بيه ومخلي شريف تغييره اللي هي تغييره ايه لما بتزنق والتاني بيخلص ما هو جاهز وقع بس طيب اسال سؤال تاني برضو في الجزئيه اللي لها علاقه بمباراه القمه دايما مباراه القمه بتشهد ميلاد لاعبين جدد هل القمه اللي جايه ديت ممكن يبقى فيها لعيبه تكتشف نفسها مره او تعيد اكتشاف نفسها مره اخرى كتير ممكن من الاهلي او من الزمالك ممكن. مين تتوقع له انه يكون ظاهر بشكل كويس من الزمالك الاول صحوه اشرف بن شرقي مهمه جدا في الماتش ده هتفرق معاه جدا بالنسبه ليه هو شخصيا مع جمهور نادي الزمالك هو اشرف مش محتاج ان هو يكتشف نفسه في نادي الزمالك بس لسه اشرف ما جابش نفسه بالشكل الكبير جدا اعتقد في النادي الاهلي انا ما اتمناش دي ان بيرسي تاو هيبقى لعيب رخم في الماتش ده هيفرق تقصد مع مع الاهلي هيفرق مع النادي الاهلي تخيلاتك انه ايه افضل للمباراه دي من الناحيه التحكيميه طاقم تحكيم مصري طاقم تحكيم عربي طاقم تحكيم اوروبي هو القرار اتخذ ولا لسه انت كنت نجم كبير في الزمالك اتخذ قرار ولا لسه في الحكم لسه ما اتخذش قرار لسه بس انا سامع في بعض المواقع بيقول لك في اتحددت الاسماء يعني يا محمد عادل يا ابراهيم نور الدين ده وفقا للاخ احمد عبد الباسط من يوم الجمعه وهو منفرد الانفراد ده وانا وهو عمالين نتخانق مع بعض احنا مش عايزين يعني كل الثقه طبعا في الحكام المصريه وحكام على مستوى عالي وحكام محترمه بس اتمنى يبقى حكم اجنبي يعني اتمنى يعني اجنبي اتمنى ده طيب لسه عندنا تفاصيل كتير هنتكلم فيها مع كابتن طارق السيد نروح لفصل الاخير وتفضيلات الكابتن طارق السيد لها علاقه بتحكيم اوروبي لهذا اللقاء نفس الكلام اللي كان بيقوله الحاج عامر حسين قال لك انا عايز تحكيم اجنبي اوروبي من وجهه نظره ده الافضل لمباراه القمه فاصل ونرجع نكمل كلامنا طيب كابتن طارق خليني اسالك على بطولة الدوري الموسم ده شايفها ازاي مع الجولتين اللي اتلعبوا فيها لحد دلوقتي؟ بصراحة بداية قوية جدا لدوري قوي جدا جدا جدا. ما في النتائج والارقام والماتشات اللي بنتفرج عليها سخنة جدا. يعني أنا مثلا اتفرجت على ماتش الاتحاد وسموحة.
4-4 أيوة. في جيم من الـ من الـ من 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 كامباك تاريخي للاتحاد السكندري. خد بالك الاتحاد السكندري برضه عامل كامباك برضه امبارح تاني وكسب 3-2 كسب فيوتشر كان بيلعب فيوتشر وحتى بدايه فيوتشر بدايه فاركو اللي هي حتى يعني شوف فاركو ما كسبتش لحد دلوقتي انما انا متوقع ادائهم هيبقى قوي جدا مع مجدي عبد الوعاطي الفتره الجايه ولما اللعيبه تنسجم مع بعض لان برضو خد بالك عملت صفقات كتير جدا وكلهم جداد على بعض لسه الفرقه دي هيبقى ليها تطور في ادائها بشكل كبير جدا مع مجدي عبد الوعاطي الفتره الجايه ان شاء الله باذن الله. لا في فرق كتير حتى المقصه او هويدي مع 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 الكابتن مصطفى مقص مش هويدي يعني رجعوا تاني في كلامهم يعني المقصة. اداء اداء مع الكابتن تامر مصطفى اداء مميز جدا وهو من المدربين المحترمين اللي انا لعبت ضدهم السنه اللي فاتت وعارف هو قد ايه مدرب ذكي ومدرب قوي جدا ما شاء الله على الرغم ان نتيجته كانت سلبيه معايا بالنسبه لي انا كسبت يعني في المباراه انما هو من المدربين الشاطرين جدا 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 وله مستقبل كبير في التدريب فلا الدوري السنه دي دوري صعب جدا التكهن بيه هو رايح فين انما ده هيبقى بالنسبه لنا احنا امر ممتع هتتفرج على ماتشات كتير كويسه كل المباريات فيها اهداف كل المدربين اللي موجودين بيلعبوا على ان بشكل هجومي بشكل كويس جدا اتطورنا والله يا كابتن طارق كتير يعني انا بفتكر زمان لما كنا بنتفرج عليكم ما كناش بنتفرج غير على الماتشات اللي طرفها اهلي وطرفها زمالك وكل سنه وانت طيب احنا بقيت الماتشات التانيه بنعرفها من الجرايد مين عمل ايه فين بعدين لما الامور مشت شويه كنا يدوب كل فين وفين لما نخطف لنا ماتش طرفه اسماعيلي ماتش طرفه مصري ماتش طرفه اتحاد دلوقتي الناس تتفرج على حتى المباريات اللي للفرق اللي ملهاش جمهور تتفرج عليها الناس تتفرج على فيتشر وفاركو هقول كلمتين بس ما حدش يزعل مني من المدربين صدر. الكبار الاساتذتنا اللي احنا بنتعلم منهم والكبار على دماغي جدا 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 وليهم تاريخ الواحد لو قعد يتكلم فيه من هنا للسنه الجايه بعض المدربين الشباب اللي موجودين متعودين على الكره الهجوميه ايوه بيحبوا الكره الهجوميه دي في حد ذاتها ممتعه جدا أيوة. عشان كده انت هتستمتع السنه دي بدوري قوي الكره الدفاعيه اللي كانت بتتلعب زمان ما بقتش موجوده دلوقتي كل الناس دلوقتي عندها الحافز الهجومي والشكل الهجومي سواء مجدي سواء تامر مصطفى سواء كابتن علي ماهر احمد سامي كابتن احمد سامي الاسماء دي كلها وانا مش عايز انسى حد عشان ما حدش يزعل مني مع التقدير والاحترام لكل المدربين الكبار اساتذتنا يعني الكابتن حلمي طولان ده استاذي الكابتن طلعت يوسف استاذنا الكابتن ايهاب جلال من المدربين اللي انا بحترمهم بقدرهم جدا هو برضه يعتبر من المدربين اللي هم مش شباب قوي ومش كبار قوي وسط. يعني اللي هو اللي وسط. هو الجيل المحترم اللي هو برضه كورته هجوميه فالكرة الهجومية دلوقتي يا ابو خليل من المدربين عندهم الجرأة ايوه بس برضو خد بالك زي ما موجودة الكرة الهجومية موجودة الكرة الدفاعية في كل حتة كل حتة بس انت ليه مستمتع بالدوري السنة انا ليه مستمتع انا طارق السيد عشان الشراهة بتاعت المدربين وان هم عايزين يهاجموا انا عايز اشوف الكرة في الجون انا عايز اشوف شكل هجومي عايز اشوف طريقة هجومية عايز اشوف الكرة على طول في فرقتين بينزلوا يهاجموا بعض هي دي هي دي انت على سبيل المثال مثلا شوط كامل لسموحه 4-0 الشوط الثاني كامل للاتحاد 4-4 الماتش بتاع فيوتشر والاتحاد نفس الحكايه على طول كره هجوميه في ده بيهاجم هنا وجون هنا وجون هنا وجون هو ده الامتاع وهو ده وبعدين الاتحاد يرجع يبقى 2-2 بعدين يبقى 3-2 وامبارح الامبي والمقاولين 3-0 بعدين 3-1 بعدين 3-2 ولو استمر المباراه كان ممكن المقاولين يرجع فيها ثاني اكتر من كده المباراه كلها فيها نديه هو ده الامتاع النهارده المقصه بيفوز على الجونه 2-0 برده ما برده دي من الماتشات اللي تشكل مفاجآت يعني النهارده ماتش الاهلي والبنك الأهلي. البنك النهارده برده عامل جيم الكابتن خالد جلال كابتن خالد مدرب من حاجه من اثبت على فكره انه كان يستحق كل الفرص الكبيره وعلى فكره عامل فرقه محترمه جدا ومعاه جهاز محترم الناس اللي شغالين معاه بصراحه امير عبد العزيز امير مدرب جامد مدرب كويس مدرب جامد امير مدرب جامد خلينا نتفق ان هو عامل تيم كويس كابتن خالد جلال جاب هلال جاب الباك ليفت بتاع دجله الافريقي جاب اسماء كتير يعقوبه وهلال جاب اسماء كتير واشترك كريم بامبو بس ممكن حصلت له مشكله المنشطات دي بس هيرجع خلاص شهر 12 يعني مستعير اسامه فيصل بتاع الزمالك عنده جاي فرقه محترمه كل الانديه دلوقتي يا ابو خليل عشان امكانياتهم الماديه قويه جايبين فرق وعاملين فرق محترمه جدا عشان كده بقول لك ان تواجد
عدد كبير من المدربين الشباب اللي بيحب الكرة الهجومية، هي دي اللي فارقة مع الدوري السنة دي. صحيح. هي دي اللي مخليها شكل الدوري ممتع. ولسه هيبقى فيه امتاع اكتر من كده، الناس هتتبسط جدا بالدوري، وانا بقيت بستمتع ان انا اتفرج فعلا على الدوري المصري. يعني انت كل شوية الكرة واصلة للجون. أيوة. على طول في كرة هجومية، في شكل هجوم، مفيش حد بيدافع بس. مفيش حد حاطط مع الجودة بتاعت التقنية مع الشكل اللي اختلفت الأمور فيه، خلت الناس حابة تتفرج، حس إنه الملعب شكله حلو كده. طبعا والملاعب كمان الحياة كمان برضو طبعا شكلها حلو، مش عشان أنا في قناة أون ملاش علاقة، ملاش علاقة، أنا بتكلم على الملعب. الإذاعة كمان، الإذاعة والتصوير والتقنية اللي شغالة دلوقتي. لا انت رحت لبعيد ابو خليل في الكوره. صحيح. مش قوم بس الامانه. في شركاء للنجاح. انا بتكلم على التلفزيون المصري وقن والرابطه، مجموعه تكاتف كبيره. انا بقول على اللي بتفرج الشاشه اللي بتفرج عليها. انا طبعا اكيد ده منظومه كامله، بتدير العمليه وبتدير الكوره في مصر. المنظومه دي عملت اختلاف كبير جدا جدا في شكل الدوري وتصويره في في في, في الامتاع اللي احنا بنشوفه. ناقص حاجة واحدة بس، ألا وهي إن يبقى في بعض اللقطات اللي هي بتستخبى في 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 الصيغة التحكيمية أو في الصيغة الفار أو في الحاجات دي، لازم تظهر بشكل أقوى من كده. يعني إيه؟ قول اشرح. يعني أنا بتفرج مثلا في الدوري الأوروبي، في الدوري الإنجليزي، في لقطات في الفار بتطلع مش يعني بتوضح لك الصورة كاملة. لسه دي عايز زوايا، يعني توصل زوايا كتير، توصل الله ينور عليك اكتر من كده شويه. ليه؟ حتى الناس تبقى مطمنه يا ابو خليل ان ده القرار الصح. هو ده ماشي، هو ده. يعني النهارده اللقطه بتاع البينالتي بتاع الزمالك، انا مقتنع انها بينالتي 100%. اللقطه هي لقطه واحده بس اللي جايه. عارف لو جايه من لقطتين ثلاثه الناس هتقفل بقها، محدش يفتح بقه. بس كان معاك كابتن احمد شناوي واكد انها ضربه جزاء. ده انا بقول لك انا متاكد 100% انها بينالتي وباينه، بس لما تيجي من لقطه واحده، لما تيجي من لقطه واثنين وثلاثه، هي لقطه اللي جايباها كويس. طب كده بتتكلم على الاعادات مش بتتكلم على الزوايا، بتتكلم على الاعادات بتاعت الماتش نفسها تقصد، صح كده؟ زوايا الكوره، زوايا بتاعت الكوره. ماشي. انت جايب زاويه واحده. هتقول لنا كده بسرعه يا شباب، انا عارف ان الوقت خلص، بس هتقول لنا كده لان انا الحكم عليه كان سهله. يعني شوف كابتن احمد شناوي بس لما الزاويه اللي جايباها زاويه واحده بس. عارف لو زاويتين ثلاثه محدش يفتح بقه، محدش يقدر يتكلم. الزاويه بتاع البينالتي بتاع اوباما، الزاويه بتاع البينالتي بتاع النادي الاهلي. لما يبقى في زاويه واثنين وثلاثه ابو خليل، زي ما الكره الاوروبيه، زي ما الدوري الانجليزي بتيجي مره واثنين وثلاثه، محدش يقدر يفتح بقه فيها. بص بقى، بص كام زاويه، بص كام زاويه. انا هفرجك بس ايه كام زاويه. ادي واحده، ادي واحده، بص الدفع فيها. تمام. هتقول لنا بقى الزوايا اللي عندك يا بابلي كلها، عايز كام زاويه بقى كابتن طارق؟ اصل الكره دي تحديدا ليها كام زاويه. أنا مش مختلف يا أبو خليل. أمين عمر خاسس جامد ما شاء الله يعني. لا خاسس جامد والله. على فكرة أنا بس أنا شفته لسه شايفه قريب، لسه شايفه قريب فلقيته فت يعني. بس هو مهتم جدا جدا عشان الناس ما تفهمنيش غلط، أنا ما بشككش في الكورة، الكورة بينالتي. لا لا أنا هجيب لك الزاوية يا شباب، ممكن تسرعوا لنا الموضوع شوية يعني. يعني عشان أنا كده نتفرج على أبص بقى، بص اتفرج، بص يا باشا شوف، بص عايز الزوايا، زوايا للكابتن طارق. هوب بينالتي سهلة أهي، بينالتي. أدي زاوية كمان أهي أهي. في ايه بقى؟ هي دي اكتر زاويه مبينه. ايوه. لا اقصد انه كان في زوايا في المباراه دي للامانه يعني. ممكن يكون في ماتشات تانية ماشي، بس النهارده لا سهله. طب فرجونا كده على كام سهله. هي ضربه جزاء. لا باينه، دفع باين، مفيش دفع باين من ايد الراجل بتاع طلع الجيش اهو، حط ايده على اوعى. بس كده خلاص. يا كابتن طارق انا دايما بسعد بيك. ادي واحده كمان اهي، بص بص بص، ادي واحده اهي من فوق كمان، دي بالمكسرات، واحده بالسمسم اهي، ادي بالسمسم اهي، واحده بالمكسرات. لا زوايا، عايز زوايا خد زوايا، مش اكتر من الزوايا. ادينا بص 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 بص، دي كمان اهي. انهار ابيض اهو، ده محضر. لا زي ما انت عايز، اربع زوايا. يا كابتن طارق انا دايما بسعد بيك وبتشرف بيك وبتمنى لك كل التوفيق، وان شاء الله باذن الله رب تقدر تعمل حاجه مميزه مع الترسانه ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. شكرك، شكرا جزيلا لقبولك الدعوه ولوجودك معانا، ودايما متالق. ربنا يخليك يا ابو خليل، شرف ليا التواجد معاك. انت عارف انا ببقى سعيد قد ايه وانا جاي لك، وبشكر طبعا الاعداد بتاعك واحمد عباسط وعمرو والنجم وعماره وكل وعمرو جاب الله زمايلي واخواتي وعمرو ثروت، وببقى سعيد ان انا معاك على طول. بشكرك طبعا، شكرا جزيلا يا كابتن طارق، واجي لك ان شاء الله باذن الله اتفرج على ماتش دجله. بس انا ماليش دعوه بالنتيجه. لا مالكش دعوه. خلاص اتفقنا.
ان شاء الله باذن الله. كابتن ان شاء الله مكسب ان شاء الله برضه ربنا يكرم ان شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا. دي كانت حلقتنا النهارده. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا وبشكر فريق العمل بكامل. نشوفكم بكره ان شاء الله باذن الله. تصبحوا على الف خير. سلام عليكم.